الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. واولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان، يمكن متاخر شويه بس دي اول استوديو تحليلي ليا في هذا الشهر العظيم. النهارده الاستوديو هيكون لمباراه مهمه جدا 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 وحاسمه وفاصله امام الهلال السوداني لتحديد الفريق ان شاء الله اللي هيصعد دوره الثمانيه مع سان داونز عن المجموعه الثانيه، ونتمناه باذن الله النادي الاهلي. حضراتكم عارفين ان سان داونز حسم البطاقه الاولى، ولكن النهارده البطاقه الثانيه ما بين نادي الاهلي وشقيقه نادي الهلال السوداني، وبركز على شقيقه ان شعب مصر والسودان شعب واحد، طول عمرنا اشقاء. سيبكوا بقى من الحاجات الصغيره اللي بتتعمل وسواء صدرت عن بعض المسؤولين من نادي الهلال، ولكن النادي الاهلي هو كبير وزعيم القاره الافريقيه، كبير الاشقاء. نادي الاهلي احسن استقبال بعثه الهلال السوداني، احسن واعظم استقبال، هو ده النادي الاهلي. طول عمر النادي الاهلي كده على فكره، طول عمر النادي الاهلي كده، لان هو الشقيق الاكبر للانديه العربيه والانديه الافريقيه. النهارده النادي الاهلي لا بديل له عن الفوز بهدف نظيف، او لا قدر الله لو دخل فينا هدف لازم على الاقل المكسب يكون بفارق هدفين. يعني لا قدر الله دخل فينا جول يبقى لازم نكسب 3-1 يبقى الفرق 2، لا قدر الله دخل فينا جولين يبقى لازم نكسب 4-2 يبقى فرق جولين. ولكن ان شاء الله ان شاء الله النهارده النادي الاهلي باذن الله هيعدي المرحله الصعبه ديت وهيتاهل لدور الثمانيه علشان يوصل ل10 نقاط في الوقت دوت. لما النادي الاهلي يكسب النهارده باذن الله حتى 1-0 ان شاء الله نحسبها على واحد الاول، هيتم هيبقى 10 نقاط و10 نقاط، هيتم بقى نشوف الاول المكسب هناك كان كام والمكسب هنا كان كام، هنحتكم للنتيجه. النتيجه هناك كانت 1-0 للهلال، النتيجه هنا 1-0 الاهلي، يبقى فيها تعادل. ساعتها في الحاله دي هنبص على ايه فرق الاهداف، وفرق الاهداف هيبقى لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كلنا ثقه في الله اولا وفي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. والنهارده في حاجه جميله جدا 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 عايز ابتدي بيها الكلام. اولا انا عايز ابتدي الكلام بخالص الامنيات القلبيه للكابتن محمود الخطيب لسرعه تمام الشفاء، وان شاء الله كابتن محمود الخطيب يرجع لنا احسن من الاول باذن الله رب العالمين. تاني حاجه برضو في نفس السياق بنتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمد عامر نجم الاهلي الكبير القديم، لانه عمل عمليه في القلب، نتمنى له السلامه والرجوع بسرعه ان شاء الله. تعالوا نروح بسرعه الاول لمراسلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من فندق الاقامه، نطمن منه على اخر الاجواء قبل الذهاب لملعب المباراه، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان والجمهور النادي الاهلي الحبيب في جميع ارجاء العالم. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والهلال السوداني في اطار الجوله الختاميه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يعني اقل من ساعتين وهتنطلق المباراه، كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه صعبه تحدد عليها باذن الله مصير الصعود، وباذن الله النادي الاهلي يصعد للدور الثاني دور الثمانيه، وباذن الله نقترب خطوه كبيره جدا من الاميره الافريقيه واللقب المفضل لكل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي استعد لهذه المباراه بشكل اكثر من رائع، خاصه بعد العوده من الاجازه، يمكن الفريق حصل على يوم واحد اجازه كان يوم الثلاثاء، الفريق رجع ثاني، وكان اهم حاجه كانت كمان عوده الدوليين يوم الاربعاء سواء اللي كانوا بيلعبوا في منتخب مصر، ومن يوم الخميس كمان كان كل اللاعبين المحترفين موجودين في صفوف الفريق. يمكن اهم ما يميز استعداد الفريق هو كثره المحاضرات اللي عقدها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كول، سواء المحاضرات النظريه او كمان محاضرات الفيديو اللي اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهم نقاط القوه والضعف في فريق الهلال السوداني، وكمان تحليل اداء لجميع اللاعبين للنادي الاهلي واهم ما يميز هذه المباراه. باذن الله يكون كل الاستعدادات بشكل تام، وباذن الله يتم تنفيذ كل اللي طلبه الجهاز الفني خلال سير المباراه، وباذن الله التوفيق والفوز يكون من نصيب النادي الاهلي والتاهل للدور الثاني.
يمكن بقى خلينا اكلمك عن برنامج الفريق في فندق الاقامه اليوم. الفريق يمكن كان فيه فتره الاكتيفيشن اللي متعودين فيها على طول مع مستر مارسيل كولر، كانت فقره مشي النهارده فيه تمام الثالثه عصرا، الافطار كان فيه تمام السادسه والربع، والمحاضره الفنيه كانت فيه تمام السابعه للربع. يمكن بقى فيما يخص التغذيه خاصه في رمضان، اتكلمت مع دكتور ايهاب علي استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين والمسؤول عن تغذيه فريق النادي الاهلي. اتكلمت معاه قال يمكن اول على طول في عوده الفريق للتدريبات ثاني يوم رمضان كان في قياسات لجميع اللاعبين، وطبقا لهذه القياسات وقراءات الجي بي اس الخاص باللاعبين اثناء التدريبات تم وضع برنامج غذائي لكل اللاعبين، كل لعيب على حسب معدلات جري ومعدلات حرقه، وكل لعيب بقى البرنامج بتاعه معاه سواء في ايام المباراه او المعسكرات او كمان في الايام العاديه في برنامج خاص لكل اللاعبين. الافطار كمان يمكن هيكون على مرحلتين، كان على مرحلتين النهارده، مرحله كانت على طول فور اذان المغرب، كانت يعني اللاعبين تناولوا بعض الفواكه المجففه والحليب الساخن، ومن بعدها كانت صلاه المغرب، ومن بعدها كانت الوجبه العاديه اللي طبعا وضعها الجهاز الطبي والدكتور التغذيه بالتنسيق فيما بينهم مع الجهاز الفني. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله كل مجهود سواء الجهاز الفني او اللاعبين او الاجهزه المعاونه كله ان شاء الله يتوج بالفوز النهارده والصعود للدور الثاني. كمان يمكن كابتن محمود الخطيب نتمنى له كلنا الشفاء، يمكن ما كانش موجود في الاستعداد الاخيره زي ما متعودين دايما مع اللاعبين، ولكن ان شاء الله نتمنى له جميعا الشفاء ويكون النهارده الفوز والصعود لدور الثمانيه هو هديه الفريق للكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله يعود قريبا ينور كل ارجاء النادي الاهلي ويرجع كل محبيه من كل جماهير الكره المصريه. كمان عاوز اتكلم كابتن ايمن وشيد بجمهور النادي الاهلي، يمكن بنتابع منذ صباح الباكر وحتى الان عبر وسائل السوشيال ميديا منظر اكثر من رائع، ومع يعني سيمفونيه عظيمه بيعزفها جمهور النادي الاهلي بتواجده مبكرا، ويمكن جمهور وافد من كل المحافظات، دايما جمهور النادي الاهلي عند الميعاد ودايما عند حسن الظن ودايما دورهم المعهود. ان شاء الله النهارده يكونوا اللاعب رقم واحد ويكون كل عناصر التوفيق مع النادي الاهلي، وباذن الله رب العالمين تحقيق 3 نقاط، الصعود للدور التالي والاقتراب خطوه كبيره جدا من اللقب الافريقي المفضل لكل جماهير النادي الاهلي. يا رب التوفيق للنادي الاهلي، وابقى دايما النادي الاهلي في المقدمه، وابقى دايما رقم واحد. كلمه الكابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. الحمد لله الاجواء مثاليه، شفنا في عيون اللعيبه والجهاز الفني تركيز وفي نوع من التفاؤل. ان شاء الله ان شاء الله فوز النهارده يكون من نصيب النادي الاهلي، وهو يبقى الفوز اللي يضمن تاهل النادي الاهلي مباشره لدور الثمانيه. احنا قدام مباراه مهمه جدا جدا جدا، يمكن الظروف المحيطه للمباراه تحسسك ان انت داخل تلعب فاينل، هو تقريبا كده، لان المباراه حاسمه ومصيريه للفرقتين. طبعا الظروف اللي احنا هنقول حطينا نفسنا فيها مصعبه الماتش، ولكن لعيبه النادي الاهلي دايما بتلاقيهم في الصعاب زي جماهير النادي الاهلي العظيمه. شفنا ملحمه تاريخيه قلما تتكرر الا من جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي مش عايز اقول ضربت المثل، ولكن هي ضربت امثله كتير قبل كده. جماهير النادي الاهلي عملت حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ الكره المصريه. جماهير النادي الاهلي التذاكر نزلت والحمد لله ال 50,000 النهارده في الملعب، ان شاء الله ان شاء الله هم دول اللي هيكون باذن الله نقطه التحول في المباراه، نقطه التحول في المباراه ان شاء الله من بدايتها لصالح النادي الاهلي ان شاء الله بفضل ربنا طبعا في البدايه، وبفضل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بعد التذاكر ما نزلت بخمس ست ساعات انتهت تذاكر المباراه، 50,000 متفرج عمرها ما حصلت في الكره المصريه، ولكن جمهور النادي الاهلي هو اللي دايما بيضرب المثل، وجمهور النادي الاهلي هو اللي دايما بيضرب بيه المثل. البدايه كانت عشان نحكي بقى من الاداره اللي بدات مبكرا في انها تجهز للماتش، والاداره في البدايه طلبت عدد معين لساعه استاد القاهره كامله، والجهات الأمنية وافقت على حضور 50,000 متفرج. طبعا 50,000 متفرج عدد كبير جدا جدا جدا، وبقالنا فترة ما شفناش العدد دوت موجود في المدرجات. ليهم كل الشكر، طبعا موقف عظيم في هذا التوقيت اللي النادي الأهلي محتاج فيه جماهيره بقوة. الإدارة سرعت على التجهيز لهذا العدد، تم الاتفاق على الأسعار، أسعار في متناول الجميع، خاصة طبعا احنا بنتكلم على الجمهور الحقيقي اللي احنا بنتكلم عليه، بنقول ايه جمهور الدرجه الثالثه وجمهور الدرجه الثانيه. والسعر كان يعني محدود 50 جنيه. فده يعتبر كويس للثالثه و60 جنيه للثانيه. كمان الاداره ما اكتفتش بكده، الاداره عملت على توعيه الجماهير، وعايز يعني اقول نقطه مهمه في الجزء دوت. جماهير النادي الاهلي طول عمرها ملتزمه.
جماهير النادي الاهلي طول عمرها ملتزمه. جماهير النادي الاهلي النهارده مفيش حاجه هتشتتهم. جماهير النادي الاهلي النهارده جايه لهدف معين بس. الهدف ان هي تفضل ورا فرقتها من اول ثانيه، مش اول ثانيه ايه ده، من الصبح ده هم قاعدين من الساعه 2 ولا الساعه 3 في الملعب. هي يمكن بص معانا صوره، يعني مش عايز اقول لحضراتكم إيه. على فكره شهر رمضان وصيام وكل دول صايمين، ودول كل دول جايين من بدري وهيفطروا وواقفين. تعالوا نروح الاول نشوف زميلنا فاروق صلاح من قدام ملعب براء ونتعرف منه على الاجواء بقى مع جماهيرنا العظيمه جماهير النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. برحب بيك طبعا كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من محيط استاد القاهره. كلام كتير جدا حضرتك قلته طبعا يا كابتن ايمن على الملحمه اللي بيعملها جمهور النادي الاهلي، لكن خليني اتكلم ان كل فرد داخل المنظومه بدءا من الدوله المصريه، مرورا بكل الجهات الامنيه، مرورا بمجلس اداره النادي الاهلي، مرورا بلجنه المباريات، مرورا بالجمهور، كل فرد داخل هذه المنظومه ادى دوره على اكمل وجه. اتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم دور اللاعبين في ارض الملعب ده اللي كلنا بنأمل فيه. عايز اقول لك ان منذ الساعات الاولى القيادات الامنيه هنا تيسير كافه الامور بالنسبه للجماهير، وانا بسجل وبتكلم مع الجماهير قالوا من اسهل المباريات اللي احنا دخلنا فيها. جماهير يا كابتن ايمن جايه من الاقصر، وجماهير جايه من اسوان، ومن المنيا، ومن قنا، ومن سوهاج، ومن الغربيه، ومن الدقهليه، والشرقيه، والمنصوره، ومن اسكندريه. ناس جايه في يعني في بتكلم يا كابتن ايمن في 10 ساعات و12 ساعه 8 ساعات 6 ساعات. الجميع بيتسابق النهارده ان احنا كلنا في خلف النادي الاهلي. النهارده يوم في حب مصر، في حب النادي الاهلي. حملات التثقيف والتوعيه اللي تمت للجمهور والالتزامات سواء من لجنه المباراه بالنادي الاهلي واداره الاعلام في النادي الاهلي، وايضا مسؤولي شركه تذكره اللي قايمين بدور كبير جدا. عايز اقول لك ان هنا الجميع من الساعه 9 الصبح يا كابتن ايمن، الجميع هنا افراد الامن، التذكرتي، جمهور النادي الاهلي، في ناس موجوده هنا من الساعه 8 الصبح يا كابتن ايمن منتظرين دخول موعد الدخول. ايضا جماهير النادي، جماهير الهلال السوداني دخلت لارض الملعب او المدرجات بكل سهوله بكل يسر. عايز اقول لك الجماهير النهارده بترسم ملحمه، حاله من السعاده اللي بنشوفها عند الجمهور، عندهم ثقه في لعيبه النادي الاهلي. الجميع النهارده بيتسابق ان شاء الله لتقديم صوره تليق بالرياضه المصريه، تليق بدوله او الدوله المصريه، تليق بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي عنده كل الحماس الموجود. عايز اقول لك ان دقائق يا كابتن ايمن طبعا وخلاص هيتم غلق ابواب الاستاد في تمام الساعه 8 بسبب الاقبال الكثيف من كافه الجماهير اللي بتملأ جنبات استاد القاهره. سمعت كده دلوقتي؟ سمعت. مستمرين طبعا يا كابتن ايمن زي ما قلت لحضرتك ان الجماهير بترسم ملحمه طبعا بالفعل هنا في الاستاد القاهره. عايز اقول لك توافد الاسر المصريه من جديد، بنشوف يعني زي ما قلنا الاطفال الشباب الرجال الجميع النهارده هدف واحد طبعا مع ساعات الصيام وطول فتره الصيام يا كابتن ايمن. ولكن الجميع انا في مشاهد شفناها يا كابتن ايمن، بعض الجماهير مجمعه بعض من محافظات اللي قاعدين بيفطروا مع بعض، توزيع بعض الوجبات ايضا ومن بعض الشركات هنا اللي موجوده انها تيسر هذا الامر. عايز اقول لك ان جماهير النادي الاهلي في جماهير بتلاقي قاعده مع بعض ما يعرفوش بعض، جايين من محافظات مختلفه قاعدين بيفطروا. الجميع النهارده يعني زي ما قلت لحضرتك كابتن ايمن الجميع بيأدي دوره، كل فرد داخل المنظومه بدءا من الدوله المصريه والجهات الامنيه، مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه المباريات، الجميع بيأدي دوره في انتظار توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ثقتنا في لعيب النادي الاهلي اللي النهارده الجماهير كلها واثقه في اللعيبه، واثقه ان لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، واثقه ان لعيبه النادي الاهلي قادره انها النهارده تحقق الانتصار. الشيء اللافت للنظر ان معظم الجماهير اللي بسالها كابتن ايمن توقعاتها للمباراه كله بيتكلم في 5 في 6 في 4. اعتقد طموحهم كبير جدا في لعيبه النادي الاهلي، اعتقد طبعا مستر مارسيل كولر واللاعبين ان شاء الله هيكونوا على قدر المسؤوليه طبعا في اختيار اي 11 لاعب هيكونوا موجودين داخل الارض المستطيل الاخضر، ان شاء الله هيسعدوا جماهير النادي الاهلي. في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا كابتن ايمن جماهير النادي الاهلي خلاص بتملا الساعه الرسميه المحدده للجماهير في هذه المباراه بتتجاوز طبعا نسبه ال 50,000 متفرج. الجماهير بتملا كافه جنبات استاد القاهره، مشهد بيدل على قوه وعظمه الدوله المصريه، بيدل على عظمه النادي الاهلي، على دور مجلس اداره النادي الاهلي، على دور لجنه المباريات، على دور جمهور النادي الاهلي اللي الجميع اجمع النهارده ان هو اللعيب رقم واحد في هذه المباراه. طبعا انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا يا فاروق، انت قلت كل حاجه يعني. شكرا يا فاروق، الف شكر. شفنا طبعا ملحمه تاريخيه زي ما اتكلمنا على
جماهير النادي الاهلي، ودايما بنتكلم على جماهير النادي الاهلي ان هي بترسم يعني ملامح من بطولات النادي الاهلي، ليها دور كبير جدا 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 في بطولات النادي الاهلي، في الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي. جمهور النهارده عامل ملحمه تاريخيه. مين اللي هيعمل الجمهور ده؟ ما هو جمهور مصر، جمهور النادي الاهلي. شغف جماهير النادي الاهلي لا ينتهي ابدا، مؤازره الجماهير للنادي الاهلي لا تتوقف ابدا. شفنا في الملعب وشفنا بره الملعب، وزي ما قال زميلنا فاروق صلاح المدرجات امتلأت عن الساعه الرسميه اللي هي ال 50,000 اللي هي المحدده لجماهير النادي الاهلي النهارده. يمكن معانا لقطات برضو اللعيبه وهم داخلين ان شاء الله باذن الله بقى رايحين على الاستاد، فنتمنى لهم ان شاء الله ان شاء الله توفيق في الاول والنصر باذن الله. الماتش ده يمكن بيفكرنا بمباراه، بيفكرني انا يعني بمباراه كانت في نهائي دوري الابطال سنه 87، وده اول نهائي عربي في دوري ابطال افريقيا للانديه ابطال الدوري، كان بين نادي الاهلي ونادي الهلال السوداني. نفس يعني مش عارف ليه انا افتكرت الكلام دوت بالرغم ان ده مش فاينل، ولكن حسسني باجواء الفاينل. الظروف المحيطه بالمباراه حسستني باجواء الفاينل. تركيز شديد جدا، جماهير ماليه الاستاد او واخده الساعه الرسميه كامله، الكل مركز، الكل مترقب اللقاء دوت، سواء جماهير سواء مجلس اداره سواء جهاز فني سواء لاعبين، لانهم يثبتوا ذاتهم في الملعب، يردوا على بعض الاقاويل وبعض الكلام اللي اتقال ان لعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله النهارده تعبر لدور الثمانيه باذن الله رب العالمين. طبعا النهارده يعني كل سنه وانتم طيبين، النهارده 10 من رمضان وكلنا عارفين معنى 10 من رمضان ايه، يوم النصر سنة 1973. يمكن مجموعة كبيرة جدا يمكن ما حضرتش الكلام دوت، ولكن ده يوم النصر لقواتنا المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، كان 6 أكتوبر 10 رمضان. النهاردة إن شاء الله إن شاء الله يكون عبور النادي الأهلي ووصوله لدور الثمانية إن شاء الله بإذن الله. النهاردة مش عايز أقول بقى إن اللعيبة، لا اللعيبة حاسة يعني مش عايزة كلام. ماتش النهارده ما فيهوش كلام. ماتش النهارده مش عايز اقول تكون او لا تكون، لا انت ما عندكش غير حل واحد بس، تكسب وتعدي. تكسب بالاسلوب اللي يخليك تعدي او بالطريقه اللي تخليك تعدي. تكسب 1-0 شكرا وصلنا. لا قدر الله جابوا فينا جون، انت تكسب بفارق 2 الحمد لله وصلنا، ولكن انت عايز حاجه واحده بس من الماتش ده، ان انت تكسب وتعدي لدور الثمانيه اللي النادي الاهلي من 2017 حتى الان على طول بيعدي لدور الثمانيه. حقق رقم ما اتحققش قبل كده، هو اللي بيحققه النادي الاهلي من 2017 حتى الان. النادي الاهلي بيعدي الادوار دي، واخر 4-5 سنين احنا شفنا داخل الفاينل، يمكن اكتر فرقه دخلت فاينل في افريقيا طبعا النادي الاهلي، واكتر فريق حصل على البطوله النادي الاهلي 10 مرات. وان شاء الله ان شاء الله نعدي النهارده، وبعدين بقى ناخدها خطوه خطوه وتبقى ال 11 في الطريق ان شاء الله. نروح لزميلتنا روزان نصر من أهلي مدينة نصر، نتعرف منها بقى على آخر الأجواء هناك في أهلي مدينة نصر. اتفضل يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد، تغطيه جديده اكيد يعني من النادي الاهلي فرع مدينه نصر، علشان انقل لحضراتكم اجواء ما قبل مباراه النادي الاهلي مع الهلال السوداني من بطوله طبعا دوري ابطال افريقيا. خلينا اقول مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، الكل طبعا بينتظرها منذ وقت، خلينا اقول من ساعه ما دخلت الحقيقه، في توافد كبير جدا ومستمر وفي تزايد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي. الكل يمكن موجود منذ الصباح الباكر، يعني خلينا اقول كمان عائلات الاعضاء هنا يعني قاموا بتناول وجبه الافطار يعني هنا في النادي، اكيد لحجز مقاعدهم من امام شاشه العرض الرئيسيه اكيد لمتابعه النهارده المباراه. مباراه مهمه ممتعه وصعبه في نفس الوقت. خلينا اقول كمان الامن موجود في كل مكان يعني لتنظيم هذا التزاحم الموجود، خصوصا لكبار السن وللاطفال. خلينا اقول الكل هنا بيدعم وبيشجع النادي الاهلي، الكل هنا لابس تيشرت النادي الاهلي وبيقول يلا يا اهلي، الكل هنا كمان مشغل يعني الاغاني المرتبطه اكيد بتشجيع النادي الاهلي، وكلنا بنقول يلا يا اهلي يعني للعبور طبعا لدور الثمانيه. كل التوفيق طبعا اكيد للنادي الاهلي، ونرجع طبعا بعد المباراه نحتفل بالفوز معاك يا كابتن ايمن ومع المشاهدين. بشكرك وعوده ليك مره ثانيه.
شكرا جزيلا زميل العزيز رمضان النصر. يمكن زي ما في جمهور في المدرجات في جمهور كمان في فروع النادي الاهلي المختلفه، وشفنا الجماهير في فرع مدينه نصر برضو متاهبه لمتابعه اللقاء المرتقب. تحس ان الناس بقى فتره مستنيه الماتش ده، حتى قبل ما نلعب القطن الكاميروني كان في عند الناس حاله من التفاؤل ان احنا هنكسب القطن الكاميروني وان احنا منتظرين بفارغ الصبر اليوم ده. بقول لحضراتكم اليوم ده فكرني بالظبط زي ماتش الاهلي والهلال في نهائي كاس افريقيا سنه 1987، ودي على فكره كانت اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب او اخر 15 دقيقه او 20 دقيقه لعبها الكابتن محمود الخطيب، وكان في ال 15 دقيقه وال 20 دقيقه دي كان هو نجم اللقاء بدون منازع. الماتش ده كان الاستاد ممتلئ عن اخره، وكان حاضر السيد رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت السيد حسني مبارك وجميع الوزراء، وكان الاستاد مقفول من قبل الماتش بثلاث اربع ساعات، وجماهير النادي الاهلي كانت بترسم برضه ملحمه من الملاحم اللي هي دايما بترسمها في كل المناسبات بصراحه، في جميع المناسبات. والماتش ده يمكن ده كان ماتش العوده، ماتش الذهاب انتهى في النهائي هناك في السودان 0-0، والنادي الاهلي تمكن من انه يكسب الماتش الثاني ماتش العوده على ارضه 2-0 ويحصل على بطوله افريقيا سنه 1987. نفس الظروف ونفس الاجواء، ولكن هي لقطع تذكره لدور الثمانيه. ماتش صعب جدا، ماتش مش سهل، ماتش تيجي اهميته من ان ده الاتوبيس معانا على الشاشه، اتوبيس النادي الاهلي في طريقه لملعب المباراه. ان شاء الله النصر للعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني، نتمنى التوفيق من ربنا في البدايه. والنهارده كل حاجه متاحه، يعني روح عاليه، تركيز، جديه، رغبه في الفوز، تصميم، ومن قبلهم توفيق ربنا وجماهيرك العظيمه اللي ماليه مدرجات استاد القاهره. مباراه صعبه لان هي، انا مش عايز اقول مصيريه يعني مفيش غيرها، لا هي مباراه حاسمه انك تكمل لدور الثمانيه. كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، وعايز اقول حاجه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، علشان القلق والتوتر حاجه عاديه، يعني حاجه صحيه، وكانت بتمر بينا في اوقات كتير جدا واحنا لعيبه، وبتمر اوقات كتير جدا بينا واحنا متفرجين. في قلق عند الجماهير، قلق بس قلق صحي، يعني كلنا متفائلين. يمكن زي ما قال زميلنا فاروق صلاح، الناس كلها بتقول ايه 5 و6 و4، هي الناس متفائله. وطبعا الماتشات اللي زي ديت بيبقى يعني الفرص فيها قد تكون قليله، يعني ممكن تفتح من البدايه الله اعلم، بس يعني في الاوقات في الظروف ديت صعب تلاقي ان الماتش يبقى مفتوح بالسهوله ديت يعني. انما الناس عندها تفاؤل كبير جدا 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 جدا. الاجواء دي بتفكرنا باجواء البطولات، اجواء البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي. مش عايز اكبر واضخم من الحدث، ولكن الجمهور مدي حاله ان ده فعلا ماتش نهائي، يمكن بسبب الظروف اللي احيطت بالمباراه ممكن، ولكن كلنا عندنا ثقه في الجهاز الفني وعندنا ثقه في لعيبتنا اللي اتضغط عليهم كتير الفتره اللي فاتت او الفترات اللي فاتت، واتضغط عليهم من البعض، اتضغط عليهم من بعض المغرضين. انما لعيبتنا عند حسن الظن دايما، لعيبتنا في الاوقات الصعبه بتلاقيها، في الاوقات الصعبه والمواقف الصعبه بتلاقيها. جماهير النادي الاهلي في جميع المواقف بتلاقيها، زي ما النهارده جماهير النادي الاهلي ماليه مدرجات استاد القاهره. الجمهور ده هيكون له دور كبير جدا جدا جدا، زي ما شايفين حضراتكم، دي صوره من الاستاد او بعض الصور من الاستاد، يعني تكاد تقول ايه ان الناس تقريبا مش قاعده جنب بعض، ده فوق بعض، يعني ده ما شاء الله، يعني جمهور النادي الاهلي العظيم ده ما شاء الله، يعني مش حاضر. بص الجزء ده يمكن لو على الطبيعه ما ياخدش 20 30 واحد، الكراسي لو عديتهم هتلاقيهم فوق ال 100 واحد او فوق ال 60 70 واحد. هي دي جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي انا بقول لحضراتكم النهارده هيكون ليها الدور الاكبر، الدور الاكبر ان شاء الله في مكسب
النادي الاهلي. معانا طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، معانا الاستاذ طارق قنديل، ومعانا الاستاذ عمرو فاروق، والدكتور محمد شوقي، ومجموعه الدكتور سعد شلبي، وكل المجموعه اعضاء مجلس اداره بالكامل ورا النادي الاهلي النهارده. كنا نتمنى طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب، ولكن ان شاء الله ربنا يشفيه. هو مع الفريق بقلبه، هو مع الفريق بكل مشاعره واحاسيسه، وده اللي عودنا عليه رؤساء مجالس اداره النادي الاهلي ومجالس ادارتهم على مر التاريخ. النهارده ان شاء الله ان شاء الله تكون، مش عايز اقول بدايه العبور لدور الثمانيه، لا، تكون بدايه لل11 ان شاء الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مرحب بالجمله الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شرفني منورنا يا كابتن منعم. كل سنه وانت طيب يا كابتن ايمن، منور الدنيا. كل سنه وانت طيب. توفيق النهارده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب، شرفنا يا كابتن، كل سنه وانت طيب. اهلا بيك ايمن، الحمد لله على السلامه وكل سنه وانت طيب. صحه والسلامه يا كابتن. كابتن احمد بلال، كل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك يا رب، والحمد لله بالسلامه. الله يسلمك يا كابتن. كابتن اسامه حسني، منورنا يا كابتن، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، ازيك يا كابتن ايمن، وان شاء الله يبقى يوم حلو كده ويوم سعيد يا رب، وربنا يكبر بخاطر الناس اللي راحت الاستاد دي يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. خليك متفائل ان شاء الله، دايما متفائلين باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، يمكن بعد التوقف الدولي وكلنا فاكرين اخر مباراه للنادي الاهلي كانت امام القطن الكاميروني وفوز عريض واكتساح برباعيه، وكلنا مستنيين بقى ماتش النهارده اللي هي مباراه الحسم باذن الله لدور الثمانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقل باذن الله عن هذه المباراه باذن الله، بنفس الشكل وبنفس الروح والتركيز اللي اللعيبه كانت واخداه في ماتش الكاميرون هناك. انت عارف ان السفر والحاجات دي بتفرق كتير قوي مع اللعيبه، وبيبقى في اجواء انت بتقدر تتكيف فيها او لا تستطيع انك تتكيف، وبيحصل التعب بيحل عليك والكلام ده. انما اللعيبه او السكواد الموجود دلوقتي او اللعيبه دي على فتره 4-5 سنين دلوقتي خدوا افريقيا مرتين وبيوصلوا النهائي، عندهم الخبرات الكتيره قوي في كل سنه في نفس الشكل اللي احنا فيه النهارده ده. يعني انت النهارده مطالب انك انت لازم تفوز على الاقل 1-0، انما يخش فيك جون وتكسب 2-1، لا تكسب 3-1، تكسب 4-1. فعندك حاله من التركيز الشديد جدا بين نص ملعبك وهجومك يخليك بتحقق للجماهير زي ما قال اسامه حسني المراد النهارده او لنفسه هو كمان. فانا مطمن على اللعيبه اللي موجوده بتاعت النادي الاهلي النهارده الحقيقه، بالشكل الماتش ده والاجواء اللي حصلت دي والشحن اللي حصل في المباراه دي، تحس ان احنا بنلعب فاينل. يعني انا بالنسبه لي هو نص طريق البطوله. يعني انا النهارده التهاؤل يعمل نص طريق البطوله، انما لا، كل ده يتلغي وكل ده الناس تفرح معاه بعد الهدف الاولاني. بعد الهدف الاولاني انت زمام الامور كلها بتبقى دايما في صالحك، او انت اللي بتقدر تسيطر على كل شيء موجود في الملعب. حق مشروع طبعا لاي حد في الفرق او فرقه الهلال انها تبقى موجوده النهارده وتدافع على التاهل بالنسبه لها، ولكن اعتقد احنا بعد فتره وفتره كويسه جدا اللعيبه كلها، حتى اللعيبه اللي راحت المنتخب خدت خبرات اللعب بره كمان وكسبت بره وجوه، يعني نفسيات عاليه جدا. فالحمد لله، يعني نتمنى ان النفسيات دي تكمل النهارده مع اللعيبه بتوعنا اللي كانوا في المنتخب هناك، وبيتعاملوا ازاي في لما بيكونوا محتاجين انهم يكسبوا. عندهم طرق كتيره وطرق متنوعه النهارده في شكل الملعب نفسه. هنتكلم في الفنيات، ولكن انت النهارده من اول مباراه هتحس ان لعيبه النادي الاهلي بالشحن الجماهيري ده بالشكل ده هتقول كلمتك من اول مباراه. كرنفال حلو ان شاء الله باذن الله. يعني المدرب بيقول لهم انا عايز المكسب في اي وقت، احنا بقى كلنا عايزين المكسب في اسرع وقت. أيوه. في اسرع وقت، لان لما بيكون عندك حد معاك في الجيم رايح جاي دي حاجه بتفقدك انت برضو بعض الثقه او بتخليك في عصبيه على طول. فانا اتمنى ان المباراه دي من الاول خالص يا رب تخلص من بدري، يعني في اول 20 دقيقه كده نكون ان شاء الله 2-0 ولا حاجه. يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده كلهم باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، مباراه مرتقبه بينتظرها الجميع، يمكن من فتره حتى قبل ماتش القطن الكاميروني كان في احساس كبير جدا عند الناس ان النادي الاهلي هيعدي ماتش القطن الكاميروني، احنا بس منتظرين
ماتش الهلال السوداني، لان ده فعلا مباراه مهمه جدا، مباراه مصيريه هتحسم طبعا فريقين عندهم الامل ان هم يوصلوا دور الثمانيه، نتمناه اهلاوي ان شاء الله. لا قبل بعد القطن الكاميروني كنت مستني سان داونز. طبعا طبعا انت فاهمني؟ طبعا لان سان داونز الناس كلها انت مستني، بس معظمنا كان عنده امل. انا والراجل بيشوط ضربه الجزاء انا قلت امسكها. والله بقول لك معظمنا كان عنده امل. بتكلم جد وحياه ربنا. يعني ضربه ان شاء الله تكون يعني باذن الله تكون يعني دي كان يعني ان شاء الله توصلنا باذن الله. علامه لا هي واضح ان هي الحمد لله انت يعني ضربه جزاء تخرجها خالص بس مسكت يعني. بقول لك انت بتفرج عليها وكنت متاكد ان الراجل هيمسك ضربه الجزاء دي، فخلاص الفرصه جات لك تاني. فالوقت الامور كلها بقت يعني اخدم نفسك بنفسك بقت بايدك. وطبعا الشكل اللي انا شايفه بقالنا كتير قوي ما شفناش المنظر الحلو بتاع الجماهير ده. الناس من بدري جدا راحت وبتفطر في الاستاد وكده، وكل لابس تيشيرتات حمراء. الشكل يعني يخلي اللي عنده 70 سنه ينزل الملعب هيجري وهيلعب وعايز يكسب. عشان النهارده في حاجه حاجه غير كل مباريات ايام النهارده، في حاجه النهارده تغير في بدايه المباراه، ان الملعب بتاعك النهارده يكسوه اللون الاحمر تماما، الحمد لله رب العالمين. عشان كده النهارده اللعيبه وهي بتسخن هتشوف الاستقبال الجماهيري، هتشوف الحماس اللي هم فيه. كل ده حلو جدا ان شاء الله رب العالمين، لكن وقت ما تحط رجلك في الملعب حاجه مهمه جدا، لازم تنسى الحماس وتنسى الجماهير وتنسى كل حاجه وتركز في اهم حاجه، الكلام اللي قاله كولر ليك جوه في غرفه الملابس، وبدايتك هتبقى ازاي وهتتعامل مع المباراه ازاي. النهارده مباراه البعض يظن انها سهله ومنتهيه في اي وقت، لا حسابات المباراه النهارده تجبرك تخليك ال 90 دقيقه او ال 95 دقيقه في وقت وكده في قمه تركيزك. فاينل لازم صحيح. فالنهارده لا انت عايز تركيز ايمن، يعني ان شاء الله تجيب هدف الحمد لله، هدف الثاني انت في نفس تركيزك ودور على الثالث. انت لازم تبقى ما ينفعش اللي هو المباراه انتهت تكتفي. الحاجه اللي ان شاء الله مش عايزه تحصل النهارده ان المباراه تستقبل هدف مش هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله استقبالك الهدف فيه قبليه بتيجي حاجات كده انت مش حاببها، زي تسيب اللاعب رايح جاي. ايوه صح ما ينفعش، لازم صح. تبقى انت انت المتحكم في سير المباراه. مزبوط. حتى لو بتدافع ما عندكش مشكله. ياما ناس بتعرف تدافع بس ما عنديش مشكله، ممكن تهاجمني وانت مش تلعب 90 دقيقه ايمن لوحدك في الملعب. صح. لكن وقت بدافع انا عارف انا بدافع ازاي وعارف انا واقف ازاي وانا بهاجم. طبعا دي حاجتك انت، فان شاء الله كل التوفيق بإذن الله ان شاء الله. اهم حاجه النهارده بقى التوفيق معاك يا رب، زي ما كان معانا في ضربه الجزاء بتاع الهلال الحمد لله. النهارده ان شاء الله اتمنى بنفس التوفيق والبدايه تبقى بدايه مقنعه، ما تستعجلش الهدف طول ما انت بادي صح. ان شاء الله صح صح واقف صح صح ان شاء الله هتكسب. مظبوط باذن الله. كابتن بلال في تغييرات النهارده قبل ما اقول التشكيل تتوقع؟ بص احنا اتعودنا من كولر ان هو بيغير ايوه تمام في كل الماتشات يعني خاصه في النواحي الهجوميه. يعني هو له كده يعني تبقى له وجهه نظر كده في المباريات دايما في الحته الهجوميه، العب بمين هنا اسرع، مين هنا ابطا، مين ممكن يمسك كوره، ممكن يلعب لقدام، طب هغير الطريقه ولا لا، طب هغير المهام الوظيفيه داخل الملعب ولا لا. يعني دايما بيبقى في متغيرات في تشكيل كولر في كل المباريات. هل في تغيير النهارده في الفرقه؟ يعني انا شايف التشكيل بتاع المباراه اللي فاتت يعني ده تشكيل كان امثل من وجهه نظر يعني. طيب تمام خلاص يبقى نبتدي بيه بقى، يبقى هو ده الامثل. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحارس المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، وعلي معلول ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه بيرسي تاو و احمد عبد القادر محمود عبد المنعم كهرب. مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه ومروان عطيه، ورباعي المقدمه احمد عبد القادر محمد مجدي قفشه بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهرب. احتياطي النادي الاهلي النهارده: علي لطفي لحراسه المرمى، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، حسين الشحات، اليو ديانج، القندوسي، ومحمد كريستو. التشكيل زي مباراه القطن الكاميروني يا كابتن بلال. ما حصلش تغيير من البدايه. لسه بقول لك ده الامثل. ده الامثل فعلا.
يعني وبس يعني نختلف او نتفق في حته جاهزيه وعدم جاهزيه أليو ديانج، وادي الحته اللي ممكن نختلف او نتفق عليها، هل هو جاهز بنسبه 100%؟ هل هو في الوقت الحالي اللي موجود فيه يعني بدنيا وفنيا ونفسيا جاهز يلعب بيه المباراه يبتدي بيه ولا لا؟ دي ممكن تكون النقطه الوحيده او اللاعب الوحيد اللي ممكن نتفق او نختلف عليه في مباراه النهارده. لكن باقي اللعيبه الحقيقه الفتره اللي فاتت كلها بيأدوا بشكل جيد جدا، سواء في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه. تشكيل جيد من وجهه نظر الشخصيه، في توازن بشكل كبير جدا. محتاج بس اللعيبه تبقى محتاجه النهارده تبقى عندها ثقه في نفسها، تمام، ثقه في امكانياتها. النهارده في حافز كبير جدا جدا ما كانش موجود في كل المباريات اللي فاتت، وهو جمهور النادي الاهلي. الجمهور اللي من الصبح مال الاستاد في ظروف صعبه جدا، في صيام، في رمضان، في وقت صعب جدا جدا جدا. جمهور الاهلي يعني بمجرد ان اتفتح حجز للتذاكر بعديها تقريبا بساعتين ثلاثه ما كانش فيه، ما كانش خلاص السيستم هنج. أيوة صح. تمام. ايوه صح، السيستم هنج، عشان ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما لم من قبل ما تقول انا محتاجه هتلاقيه موجود معاك وهتلاقيه سبورت ليك. في تخوف عند البعض بيقول لك ان العدد الكبير دوت، في لعيبه ما لعبتش مع الجماهير بالشكل دوت بقى لها فتره، يعني بس ما لعبتش في الاجواء دي بقى لها فتره، فهل ده يبقى ضغط عليهم ولا دافع ليهم؟ القضيه ممكن كان في جمهور وكان في جمهور، اعتقد كان في جمهور كويس. لا لا لا، كان 3 4000 لا ده كان عدد صغير، 5000 في مباراه الدوري، لكن بالشكل 50000 50000 عمرها وحسب بقى لها فتره، بقى لها 10 سنين داخلين. لا يعني مش كده 10 سنين لا مش فاكر. عارف ايه كان اخر مره امتى؟ كان اخر مره الكونفدراليه او بس مباراه للمنتخب، كان مباراه مصر مع السنغال. انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي لا ما شفناش الشكل ده من زمان. 2014 الكونفدراليه بتاعت عماد متعب اللي في الاخر. وبلال جاب الكلام ده منين؟ اللي كان في ممكن انا كنت حاضر بذهني. القضيه ممكن ما كانش العدد ده خالص. لا ما كانش العدد ده خالص. طب بس هو يمكن عشان الاجواء. خمسه يا اسامه ما اعرفش. لا كان في اكتر من كده يا كابتن علاء. ممكن يكون العدد كان قول، بس طبعا مش 50000 طبعا يعني اكيد ما كانش في اصلا جمهور يعني. ودول ممكن الاعداد بيلحقني بيقول لي ما كانش في جمهور اصلا. انا حاجه كده يبقى انا بنشجع بلال. بلاش بقول لك ايه، بلال لحد كده كويس. يبقى احنا كنا بنشجع، احنا كنا صوتنا ب 50000 على فكره. فطبعا اكيد هيبقى حافز كبير جدا وحافز يعني قوي جدا للعيبه داخل، لان الجمهور راح يشجعك، والجمهور مش رايح ضدك، الجمهور راح يشجعك، راح يحفزك. والكباتن قال او انت قلت يا كابتن ايمن ان مع منتخب مصر كان في جمهور يعني بيحضر في اوقات كتيره جدا جدا، وبيتسمح للجمهور يحضر المباريات. يعني انا برضه افتكر اعتقد مباراه تاهل المنتخب المصري لكاس العالم كان في جمهور كبير جدا في الاستاد، فيعني في جمهور بيحضر. في جمهور بيحضر، ممكن ما يكونش للاهلي، ممكن يكون للمنتخب، لكن اعتقد في جزء من اللعيبه اللي موجوده او في عدد من اللعيبه اللي موجوده النهارده حضروا الجمهور وهو موجود. الجمهور بلا شك ساند وبشكل كبير جدا جدا يا كابتن ايمن، يعني عمر ما الجمهور يكون ضدك، عمرك ما تخاف ما تقلقش، ده الجمهور بتاعك اللي جاي يشجعك، ده انت محتاجه. انت كمان لازم تحط في دماغك ان الناس دي جايه تشجعك، مش جايه ضدك، مش جايه تهتف قصادك، ده بالعكس، ده جايه تسبورت ليك، جايه كمان تخيف الفرقه الخصم اللي موجود بالنسبه لك، تمام؟ جايه تعمل له احباط، واحنا ياما مباريات كتيره جدا جدا كسبناها بسبب الجمهور الكبير العظيم اللي موجود، جمهور النادي الاهلي. طبعا حاجه محترمه جدا. فاكر يا كابتن علاء ماتش الهلال السوداني نهائي كاس افريقيا 87؟ لسه كنت اقول لك، كانت اخر مباراه كانت محمود الخطيب. مظبوط. وكان ده كان فعلا، ده كان المنظر فعلا بقى. مظبوط. وكان بس كان الفرق ايام ان كان نهائي. ايوه كان نهائي، فاهمني؟ كان اول نهائي عربي على فكره في بطوله افريقيا. لكن طبعا الشكل ده يديك بس كده مؤشر ان قد ايه الناس مهتمه بالماتش ده قوي، قد الناس بتقول لك احنا معاك، يعني مباراه مش نهائيه. أيوة. لكن هو ده جمهور النادي الاهلي. صحيح. وقت ما بتحتاج قد ايه الناس واثقه في لعيبه النادي الاهلي كمان. طب نرجع غريب. طب نرجع لكابتن بلال عشان انا قاطعته. اتفضل يا كابتن بلال. طبعا يعني ذكريات الجمهور معانا كلنا يا كابتن ايمن، طبعا كلنا حضرنا جمهور كبير بشكل جمهور النادي الاهلي وحضوره بالشكل المتميز والشكل الممتاز ده. جمهورك يعني زي ما بنقول بيحرك الصخر، تمام؟ جمهور كبير يعني فعلا جمهور عظيم مساند ليك بشكل كبير جدا جدا جدا. اعتقد النهارده من اول دقيقه او من اول ثانيه في المباراه اللعيبه هيعرفوا قدر وقيمه جمهور النادي الاهلي عامل ازاي، قدر وقيمه جمهور النادي الاهلي السبورت لعيبه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده لو الاستاد القاهره مفتوح 100000 هتلاقي 100000 موجودين النهارده، لو 120000 هتلاقي 120000 موجودين، هتلاقي ناس اصلا راحت النهارده الاستاد وما عرفتش تدخل. صح. تمام. ناس كثيره جدا، ممكن يكون عدد بنفس العدد اللي موجود في الاستاد هتلاقيه ممكن يكون موجود بره. صحيح. لمجرد انه عارفين ان الاهلي محتاج المباراه دي، لمجرد عارفين ان الاهلي المباراه دي تهمه بشكل كبير جدا، مع انها خد بالك
دي لا مباراه نهائي مظبوط ولا مباراه نصف نهائي ولا حتى مباراه في دور الثمانيه. ده انت بتتكلم في مباراه في دور ال 16 مجرد بس احتياج النادي الاهلي للمباراه. صحيح. جمهور النادي الاهلي كان بيلبي او لبى بسرعه كبيره شديده جدا وكبيره جدا. فعايز اقول النهارده المسج للعيبه يا جماعه، اولا لازم تقاتلوا النهارده في الملعب، يعني القتال النهارده في الملعب مطلوب بشكل كبير. احنا مش هنتكلم في فنيات لكن هنتكلم في الحته القتاليه والحته النفسيه. انتوا النهارده معاكم داعم كبير جدا 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 مش موجود مع الفرقه الثانيه. والنهارده فرقه الهلال السوداني زي ما سمعنا عايزين جمهور يدخل وعايزين ناس مسانده وعايزين حاجات كتيره جدا. ليه؟ خايفين من جمهور النادي الاهلي. هو مش خايفين يعني هنقاتلهم، لا، من تشجيع وحماس والرغبه اللي هيبثها في اللعيبه النهارده. فاتمنى النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يعني تبقى عارفه الكلام ده كويس وعارفه ومتاكده ان الجمهور ده جاي عشان يساند اللعيبه داخل الملعب. صحيح. كابتن اسامه، كالعاده في السنوات الاخيره النادي الاهلي بيحسم مصيره في اخر مباراه، لكن النهارده مباراه حاسمه للفريقين الاهلي والهلال السوداني، نتمناها ان شاء الله حاسمه للنادي الاهلي. يعني طبعا اول حاجه قبل الجمهور يعني نتمنى يكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى معانا لاعيبه النادي الاهلي النهارده وجهازه الفني. طبعا وجهازه الفني في اختيار التشكيله وفي التغييرات، دايما التوفيق ربنا عنصر مهم في في الرياضه او في اللعبه، علشان ما يبقاش ممكن تعمل كل حاجه ما يبقاش يومك في الحياه بصفه عامه. احنا محتاجين التوفيق النهارده قبل الجمهور. صحيح. تاني حاجة ربنا يجبر بخاطر الجمهور ده اللي راح من بدري من قبل المباراة بثلاث أربع ساعات وقبل الفطار، ناس بتفطر في الشارع، ناس بتفطر في الملعب، ناس جاية من كل المحافظات وحريصة إنها تحضر مباراة النادي الأهلي النهاردة. علشان كده نتمنى لهم التوفيق والناس ترجع مبسوطة النهاردة وسعيدة بتأهل النادي الأهلي. في المباريات اللي زي دي بحضور الجمهور اللي زي ده أي 11 تيشيرت تحطهم في الملعب لازم يأدوا، أيا كان التشكيل مين وأيا كانت اللعيبة مين. صحيح. دي المباريات مش عايزين نقول اصل كولر حط مين صح ومين غلط، لا، اي لعيب يتحط في الظروف دي في الجمهور ده لازم يعمل اللي عليه، طبعا اللي بقى على ربنا سبحانه وتعالى. النهارده بدايه النادي الاهلي مهمه جدا في بدايه المباراه علشان تاخد حماس الجمهور معاك وتضغط على نادي الهلال، فالبدايه مهمه جدا. طبعا لو رجعنا ترتيب المباريات دايما في ترتيب المجموعات لما تبقى المباراه الاخيره على ملعبك زي مباراه الهلال السوداني النهارده، ايا كانت المباراه انت محتاجها او مش محتاجها ده بيكون في صالحك لما يكون ترتيب مباريات دوري المجموعات. فالحمد لله النهارده المباراه الاخيره مش بره ملعبك، ممكن كنت تلاقي ظروف صعبه او بتلاقي يعني امور ممكن يعني يكون فيها صعوبه، لكن المباراه على ملعبك انت محتاج الثلاث نقاط مع الاهداف كمان، لكن النهارده وانت بتروح للهجوم لازم تركز على الناحيه الدفاعيه النهارده. صحيح. يعني النهارده مكسبك للمباراه مش هيبتدي في الناحيه الهجوميه. مظبوط. مكسبك بيبتدي في تنظيمك الدفاعي. ازاي اللعيبه تبقى مركزه ورا؟ استحاله يكون في زياده عدديه في الهجمه المرتده اللي هيعملها الهلال عليك. يعني مش عايزين نشوف ثلاث مهاجمين من الهلال على اثنين من النادي الاهلي، يبقى لا، يبقى اللعيبه مش مركزه. اللعيبه مش قاريه الجيم ومش عايشه لاحداث المباراه. لازم النهارده البداية المباراه او مكسبك او مفتاح المكسب ان شاء الله يكون في النواحي الدفاعيه. مظبوط. ده المهم حتى وان تاخر الهدف. طبعا شباكك لابد ان تكون نظيفه. ممكن مباراه زي ما الكابتن علاء المباراه 95 دقيقه تستمر لاخر تعادل سلبي. صح. تخطف في الاخر. بالظبط. احنا في 2007 كان الكابتن علاء في الجهاز الفني كسبنا الهلال السوداني في ملعبنا في استاد القاهره 2-0. الاهداف امتى؟ بلافيو في الدقيقه 81 وانا الهدف الثاني بعديه بثلاث اربع دقائق في الدقيقه مثلا 87 اخر 10 دقائق اخر 10 دقائق حسمت المباراه. وطول المباراه فيها قوه وبتروح انت وبتضيع وبتاع، لكن شباكك نظيفه. ده المهم النهارده. مظبوط. ده اللي احنا عايزين نشوفه من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. بدايه المباراه مهمه. هاخد كلمه مهمه من كولر امبارح في المؤتمر الصحفي. الهدوء. بقول انا النهارده اول مره العب في الاجواء بتاعت الجماهير النادي الاهلي ان انا اشوف الاستاد مكتمل. كان بيلعب دايما المباريات ب 5000، لكن النهارده هيشوف جمهور النادي الاهلي بقى الحقيقي من اول دقيقه لاخر دقيقه. ورساله الجمهور اللي موجود في ملعب المباراه، وكان في مناشدات خلال الايام اللي فاتت ازاي ان انا اشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى لو الهدف تاخر، حتى لا قدر الله ودخل فيك هدف. بص الصوره بمناسبه مستر كولر والجماهير. اول مره اعيش بقى اجواء استاد القاهره وهو مقفول بجمهور النادي الاهلي، استاد باللون الاحمر والتيشيرت الاحمر. النهارده لا قدر الله ده سيناريو مباراه ممكن لا قدر الله يدخل فيك هدف، انت قادر انك ترجع بثلاث اهداف تاني، لكن دعم الجمهور مهم جدا طبعا. من اول دقيقه لاخر دقيقه.
الكلمة الثانية اللي قالها مهمة امبارح كولر في المؤتمر، الهدوء. صح. الهدوء مش معناه ان انا انزل المباراة متراخي او متكاسل، لا، الهدوء لما يجي لي فرصة لازم يبقى فيها تركيز وفيها هدوء، ازاي انهي الهجمة علشان ما يبقاش فيه استعجال النهاردة في المباراة. مش عايزين صربعة، في فرق بين الصربعة ان انا نازل مستعجل المكسب، وفي فرق ان انا عندي رتم سريع واداء سريع بحطه على دايما على الهلال السوداني. الهلال طول المباراة هيشتغل نواحي دفاعية، هيلعب 5-4-1، والواحد ده هيبقى ورا علي معلول، ده اللاعب مكابي ده بيلعب في المساحات الفاضية ورا الباكين، سواء علي معلول أو محمد هاني، هي دي طريقة الهلال. لكن أنا النهاردة لما بستلم الكرة مش عايز استنى الهلال لما يرجعوا ورا الكرة وأبدأ الريتم بطيء، لازم ألعب الكرة حط ألعب بسرعة. لازم في التكتلات الدفاعية كرة تشتغل، لازم تحركات كتير من غير كرة، لازم بساط بينية، لازم ان انا لا مركزية دايما في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللعيبة. ما ينفعش ممكن اللي ناحية اليمين يدخل يقطع لجوه واللي بره واللي في قلب الملعب يقطع لبره، لازم اعمل الخلخلة دي. ده لازم احنا نشوفه النهاردة من اول دقيقة في المباراة. طبعا الضغط العالي النهاردة مطلوب جدا، بفقد الكرة ازاي في 5-6 ثواني ارجع الكرة تانية بسرعة علشان اخلق فرصة، ودايما احط الهلال السوداني في ضغط عالي، ان الضغط ان شاء الله هو اللي هيقدر ان شاء الله يولد اخطاء، ومن خلال اخطاء النادي الاهلي يقدر يسجل باذن الله رب العالمين. يمكن نجومنا اتكلموا عن نجم مباراه اليوم من قبل المباراه، وهي جماهير النادي الاهلي. تعالوا نشوف بعض اللقاءات مع جماهير النادي الاهلي وهي في بتدخل لاستاد القاهره قبل المباراه. اصغر مشجع النادي الاهلي، قولي لي اسمك ايه؟ كارما. كارما، الاهلي هيكسب كام النهارده يا كارما؟ هيجيب كام جون النهارده؟ 5. ماشي يا كارما، جميله. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ تايم. تايم. الاهلي هيجيب كام جون النهارده؟ ثلاثة. يلا فراس بقى، انت قول لي اسمك ايه؟ ما انا قلت فراس بقى. فراس قول لي عندك كام سنه يا فراس؟ عندي 7 سنين. 7 سنين، قول لي بقى تعرف مين من لعيبه الاهلي؟ اعرف علي معلول. علي معلول؟ اه. الاهلي يكسب كام النهارده؟ 7. 7؟ عشان عندي 7. عشان انت عندك 7. طيب تعرف تغني للاهلي؟ طب يلا بينا. التالتة شمال بنهز جبال ونعلى صوت بنغني، فريق كبير فريق عظيم عمري وبرضه قليل. جميل يا فراس، قول لي بقى انت اسمك ايه؟ خالد. الاهلي يكسب كام النهارده؟ 5. 5 ان شاء الله، يا رب ان شاء الله تكمل على خير كده، وجماهير النادي الاهلي وصغار النادي الاهلي النهارده اللي يفرحونا باذن الله النهارده، ويفرحوا كل الجماهير الموجوده ولاعيبه النادي الاهلي النهارده يفرحونا باذن الله. برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اتعرف، قول لي انت منين وجاي؟ من المنصوره. جاي بقالك قد ايه؟ لسه واصل حالا. قول لي بقى الترتيبات والحصول على التذكره تم ازاي؟ يعني الترتيبات من خلال موقع تذكرتي، كنت شغال يعني اول ما الموقع فتح على طول حجزنا. طيب قول لي بقى الرساله اللي عايز تقولها لعيبه الاهلي النهارده. يعني يا رب يكونوا قد التعب اللي احنا تعبناه عشان كلنا نيجي هنا، ويبذلوا اقصى طاقتهم، وباذن الله موفقين. عايز اسال حضرتك توقعاتك لنتيجه المباراه النهارده، تتوقعي كام؟ 3-0 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. مين اللي يجيب الاهداف النهارده؟ يعني حسب التشكيل بقى، انا مش عارفه التشكيل لسه، بس ان شاء الله كهرباء وشريف ان شاء الله. لو عايزه توجهي رساله لعيبه النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ احنا اتبهدلنا عشان نيجي، فيعني يا رب يبقى قد المسؤوليه، بس ان شاء الله. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا لاجواء مباراه الاهلي والهلال السوداني. يعني قبل انطلاق مدفع الافطار واذان المغرب، جماهير النادي الاهلي اللي بتتوافد من كل مكان من كل المحافظات، جمهور النادي الاهلي هو السند، هو اللي يعني تقدر تقول هو اللاعب رقم واحد النهارده في هذه المباراه. معانا مجموعه من الجماهير هنستطلع رايهم في المباراه. خليني في البدايه ارحب بيكم، والاول انتم منين؟ ابدا بالشباب. سريه. واخد كام ساعه بقى لحد ما تيجي للقاهره؟ 3 ساعات. 3 ساعات، ساعتين ونص، حوالي 3 ساعات. عايزين تقولوا ايه لعيبه الاهلي النهارده؟ يا رب ان شاء الله يعني نفوز كده ان شاء الله، والتاهل ان شاء الله. الرساله اللي كلكم النهارده كجمهور النادي الاهلي، دايما بنقول ان جمهور النادي الاهلي هو اللعيب رقم واحد النهارده، وجود جمهور النادي الاهلي هو كلمه السر النهارده في المباراه.
ان شاء الله الجمهور يعني بيدي حافز كبير للاعيبه، يخليهم يعني يطلعهم كل اللي عندهم، وبالذات لما يكون عدد كبير زي ده مثلا 50,000، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. عايز اروح لك واقول لك انت جاي منين الاول؟ انا من الغربيه بس جاي بدري عشان نلحق نفطر ونظبط حالنا عشان نخش نشجع ايه بنروح ونقدر نكمل معاهم الماتش. الدنيا سهله في الدخول، الدنيا جميله، الدنيا سهله وكله زي الفل، ما فيش اي حاجه صعبه بس الحمد لله. عايزين تقولوا لعيبه النادي الاهلي النهارده اهم شيء، اهم شيء، اهم شيء النهارده الجماهير، الجماهير النهارده الحمد لله رب العالمين لبوا النداء وجم الحمد لله رب العالمين لحد الاستاد، 50,000 متفرج، الملعب كله مقفول. شفنا عظمه جماهير النادي الاهلي وشفنا الجمهور جاي من كل حته، من جميع المحافظات. ان شاء الله الجمهور ده يروح مبسوط النهارده بعد المباراه. تعالوا نروح لزميلتنا سلا حامد من اهل الجزيره ونشوف الاجواء في اهل الجزيره ايه قبل انطلاق المباراه مباشره. مساء الخير يا سلا. مساء الخير يا كابتن ايمن، طبعا برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا عشان اقول لكم يعني كل الاجواء والاستعدادات طبعا يعني وكل الامور هنا قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم الاهلي والهلال السوداني وختام دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن طبعا خلينا في بدايه كابتن ايمن انقل لحضرتك يعني الاجواء ووجود اعضاء النادي الاهلي. يمكن قبل يعني موعد اذان المغرب وموعد الافطار كان متواجد عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي، والكل كان عامل حسابهم يعني ان هو يكون متواجد قبل موعد الافطار ويفطروا هنا داخل مقر النادي، وبعد كده يعني يفضلوا منتظرين امام يعني جميع شاشات العرض داخل المقر عشان يتفرجوا ويشاهدوا مباراه اليوم الاهلي والهلال السوداني. كمان خليني اتكلم شويه عن يعني دور جميع الادارات داخل النادي الاهلي، طبعا اداره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه تحت اشراف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، واكيد يعني المدير الخدمات الاستاذ محمد الالفي وجميع افراد الامن. كان الكل متواجد هنا من بدري من بعد صلاه الظهر، يعني من الصبح الكل كان متواجد عشان طبعا يعني يوفروا كل السبل وكل الامكانيات والامور لكل اعضاء النادي الاهلي عشان الكل يعني يتفرج على المباراه النهارده بشكل جيد. يعني خليني اقول لك انه يعني اداره الخدمات موفره اكثر من شاشه عرض لكل اعضاء النادي الاهلي، كمان عدد كبير او العديد من يعني المقاعد للكل. كمان خليني اتكلم شويه يعني على الاجواء بالنسبه لجميع اعضاء النادي الاهلي. يمكن يعني في جميع الاعمار يا كابتن ايمن، مختلف الاعمار، سيدات، رجال، كبار، صغيرين، الكل متواجد هنا، وفي يعني حاله من الحماس والتفاؤل والفرحه عند يعني جميع اعضاء النادي الاهلي. الكل متفائل يعني بمباراه النهارده ان شاء الله، وبالاخص خليني اقول لك ان هم متفائلين بسبب يعني عوده الروح مره اخرى للمدرجات المصريه، عوده يعني 50,000 مشجع في المدرجات طبعا استاد القاهره. الكل يعني متحمس ومتفائل يعني انه الجماهير دي ان شاء الله هي هتكون الداعم ويعني الدافع الكبير لجميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، وان النهارده ان شاء الله يعني 11 لاعب اللي هيكونوا في ارضيه الملعب هيكونوا 11 راجل في الملعب وقادرين ان شاء الله، وعندنا ثقه كبيره يعني فيهم ان هم هيقدروا ان هم يفوزوا النهارده في مباراه اليوم وتاهل النادي الاهلي للدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني الاجواء اكثر من رائعه يا كابتن ايمن، والكل هنا حريص ان هو يكون متواجد داخل مقر النادي الاهلي عشان الكل يتفرج على المباراه هنا بشكل جيد، والكل يعني بيفضل ان هو يتفرج على مباريات النادي الاهلي داخل فروع النادي الاهلي بالاخص مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي يا كابتن ايمن يعني كانت كل الاجواء هنا المتعلقه باعضاء النادي الاهلي والاجواء ما قبل مباراه اليوم. ان شاء الله اكون مع حضرتك يعني بعد المباراه ونحتفل كلنا طبعا ومع مشاهدي قناه النادي الاهلي وتاهل نادينا النادي الاهلي لدور الثمانيه. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا الزميله العزيزه سلا حامد، وان شاء الله كلنا نفرح بعد المباراه ونادي الاهلي قادر لعيبته النهارده ان شاء الله وجهازه الفني والمنظومه كلها انها تفرح جماهير الاهلي العظيمه اللي موجوده في كل مكان النهارده. معانا تشكيل نادي الهلال السوداني لحراسه المرمى عيسى فوفانا ورباعي خط الظهر ظهير ايمن اطهر الطاهر، ظهير ايسر ابراهيم امورو، وقلبي الدفاع عثماني ديوف ومحمد احمد ارنج، ورباعي خط الوسط فابريس نجومة ابو عقل عبد الله ولي الدين خضر ليليبو مكابي، ومكابي ده هداف الفريق في دور المجموعات جايب 4 أهداف من اصل 6 للهلال السوداني. وقدام في هم كاتبين راسين حربه محمد عبد الرحمن وياسر مزمل، ولكن الكلام ده على الورق هم ما بيلعبوش بالاسلوب دوت. هنشوف حاجه تانية جوه الملعب. نقول تشكيل نادي الهلال السوداني مره تانية: عيسى فوفانا لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر ظهير ايمن اطهر الطاهر، ظهير ايسر ابراهيم امورو، وقلبي الدفاع محمد احمد ارنج وعثماني ديوف، رباعي خط الوسط ابرس نجومه ابو عقله عبد الله
ولي الدين خضر، لليبو مكابي، وثنائي المقدمة محمد عبد الرحمن وياسر متزمل. ده تشكيل نادي الهلال السوداني اللي هيلعب فيه النهاردة. مرحبا بكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، رؤيتك بقى الفنية لتشكيل النادي الاهلي النهاردة. المستر كولر مش عامل اي تغييرات عن المباراة اللي فاتت وبيلعب بنفس الطريقة 4-2-3-1. وسايما التشكيل تشكيل جميل جدا وكويس جدا، محافظ على الشكل الهجومي من غير اي تغييرات، الدفاعي والهجومي. ايوه، والمباراة دي مباراة نص ملعب يعني، فانت بتبقى محتاج حالة ارتكاز في نص ملعبك للكرة التانية دايما اللي بتيجي في المباراة اللي انت بتخاف منها من كونتر اتاك، فلازم يبقى عندك ارتكاز اتنين. هو يمكن بيضمن مروان عطية وعمرو السولية عنده حسن تصرف في الكرة لما بتجيله وبيقدر يديها لأي حد وبيبقى عنده رؤية على الأطراف خصوصا كمان. وهنا هو عامل حالة بين عمرو السولية وعلي معلول وعبد القادر، واعتقد دي جابها ثلاثية كويسة جدا تقدر تعمل انتاج في الشكل ده، تقدر تعمل عرضيات كتير، تقدر توصل واحد زي عبد القادر بالفرديات بتاعته، واحد زي علي معلول بيجي يشاهده من ورا يقدر يعمل عرضيات لكهربا اللي هو بيبقى عنده حاله حضور دايما، بيعمل حساب لكل كوره، بيعمل مساحه وسبيس لنفسه دايما ازاي يستلم الكوره وازاي يترجمها ويجيب جول، وبيعمل اسيستات برده للاعيبه اللي بتبقى حواليه. بيرستاو من ساعه ماتش جنوب افريقيا وهو عنده ثقه كبيره جدا وعنده سرعه استلام كوره، سرعه التفكير، سرعه التعامل مع الفرقه كلها، عنده رغبه دايما انه يسجل، عنده رغبه دايما انه يكون موجود جوه 18، وده المطلوب اثباته النهارده اللي احنا بندور عليه في مباراه زي دي. مجدي قفشه وبقيه الفرقه كلها لازم احس دايما ان مجدي قفشه دايما حر على طول، هو اللعيب الحر الوحيد اللي في فرقه نادي الاهلي. سيبك من السرعات، انا لما يبقى معايا الكوره وازاي اعمل السويتشات وازاي ادي المساحه لاي حد معاه كره وهو جاي، انا اديله الفرصه ازاي اغير بسرعاتي في التحركات اللي هو اللي فرقه السودان بتعمل ايه. الهلال بتقعد تتفرج عليك لغايه بتقطع منك الكره وتحاول تعمل الكره في ظهر المدافعين عندك اللي هم بيبقوا متقدمين. فالحاله بتاعت وسط ملعبك دي هي اللي هتعمل لك الاحساس في رده الفعل اللي انت بتتمناها دايما الكره تبقى بتاعتك. عشان كده يمكن هو فكر في الالتزام بتاع مروان عطيه وخلاه يبتدي النهارده المباراه النهارده. كل التوفيق لعمرو السولية النهاردة مع بقية الفرقة اللي هي أدت وخدت ثقة كبيرة جدا مع بعض. فأنا شايف النهاردة إن التشكيل والكومبينيشن اللي هو عامله ده تشكيل جبهات، يعني محمد هاني مع بيرستاو مع المساندة دايما من قفشة والشكل الدفاعي بتاع مروان عطية. فإحنا النهاردة لازم نبقى كومباكت كلنا مع بعض، وحدة واحدة، ناس بتخش بالكرة بتحضر من تحت لازم الاستلام الحر، وفي نفس الشكل انا ما بديش للناس ان هم يستلموا عندي في نص ملعبي زي ما احنا رحنا هناك في ماتش الهلال في السودان. كان ايه الخطوره اللي عندنا؟ ان اي حد في السودان بيستلم الكرة وبيلاقي المساحه الفاضيه اللي هو يقدر يعمل منها هجمه، يقدر يعمل منها ثرو باص. وهو اللعيب بتاعهم ليليو مكابي اللي هو 34 ده هو الوحيد اللي فيه. خلصته ولا التزام اللي بيبقى موجود في الملعب كويس هو ده اللي في نص الملعب والفراده بتاعتك واحده واحده، مع مفيش عمق دفاعي بتاعك لغايه ورا قوي كده، لا عند نص ملعبك وتبقى ضامم على الفرقه كلها عشان تقدر تتعامل مع كل كره كونتر اتاك بتجيلك. النهارده شفت كوره انا وينج ليفت في مانشستر يونايتد بيمنع كوره من محمد صلاح سيتي مانشستر سيتي سيتي جرينيتش لو خد احسن لعيب في الملعب وجاب جول وعمل اسيست الراجل قطع من الناحيه الثانيه، يعني في حريه والتزام وكل حاجه والاحساس بالموقف والاحساس بالمباراه والاحساس بالشكل والاحساس بالجماهير اللي ادتك الثقه دي كلها النهارده. فسيبك من الروح بس، لا مش الروح بس، انا محتاج فنيات كل لاعب موجود النهارده في الملعب، مش تبقى الجماهير والمطالبه والمكسب يبقى عليهم، لا ده يخليهم النهارده في ثقه جامده جدا، والبس الثقه اللي هي موجوده من الجماهير دي ومن الدنيا كلها. والحكايه هي بين الاهلي والهلال النهارده ان انت بتلعب 20 30 دقيقه بتخلص الحكايه. انا عارف الماتشات دي واحنا لعبناها، انت من اول المباراه دي لو حسيت ان انت بتدخل حد معاك في الجيب او بيستلموا منك كوره او بيعملوا عليك كونتر اتاك او اعصابك، انت ممكن انت في رمضان صايم وفكيت صيامك وبتاع بتبقى برضه جسمك
قبل ما بتخش في المباراه ايما بتاخد 10 دقائق 7 8 دقائق كده قبل ما بتحس بالاجواء كلها. فانا بتمنى ان اللعيبه دي كلها الشكل اللي موجود ده كله النهارده يكون في صالحهم، يكون في ثقه ليهم هم. حتى لو انت لعيب النهارده بتتمنى انك تأدي السليم بس، لا في عندك لعيب بيدي السليم بس، في عندك لعيب بيراوغ، في عندك لعيب نفسه يجيب جول في ماتش زي ده زي كهربا. ففي عندك النهارده عوامل كتير قوي، حتى حسين الشحات وكريستو النهارده موجود معاك ومحمد شريف، يعني عندك برضو دكت بدلاء مش سهله. فلازم انت بتلعب باعصاب مستريحه، لازم انت الكوره دايما عندك هي اللي في رجلك، هي اللي بتروح واحده واثنين وثلاثه. انت الان ان يكون في بعض اللعيبه عدم الارتكاز في نص الملعب بس، لو سالتني بقى بجد انا دايما الحاجه الفتره الوحيده الفتره اللي فاتت انا مش في حاله من نص الملعب ما بتجيب جون ما بيبقاش فيه ارتكاز، كله بيطلع يهاجم، كله بيبقى عايز يضيف. لما بتحس كمان ان المنافس اللي قدامك مش على المستوى الجامد قوي، فانت بتسيب مكانك وبتبقى عايز تضيف. بس مباراه مصيريه زي ما هو ده انا انت بتسالتني ايه اللي بيقلقني. أيوه. فانا اللي الارتكاز عندي انا في نص ملعبي، والتدعيم من الاثنين اللي بيطلعوا من الاطراف دول لازم يبقى ليهم دور مش هجومي بس، ده ضاغط كمان ولامم مع نص ملعبك. صحيح. ان احنا اخر ماتش شفنا مين السنتر فيرود هو اللي بيدافع مكان علي معلول مش كده؟ أيوه. ودخل فينا جون بهذا الشكل شادي فاكر شادي لما رجع كل ما ينفعش ده. ده ما ينفعش النهارده. انا متطوع وانا لسه نازل وانا عندي الحاله البدنيه اللي لسه فريش وكده واقدر اساعد، ولكن ما بقاش انا كلنا على خط واحد بنهجم. انت ممكن تهجم بس عندك انتشار في وسط الملعب، اي كره بتترد بتاعتك زي انتشارنا كده في الكورنر. أيوه. تلاقي اتنين واقفين على ال 18 واحد من هنا واحد من هنا، عشان اكيد يا هتطلع كده يا هتطلع كده يا اما هتخش جون. او واحد على ال 18 بتنزل بتشوط. فهو الشكل اللي انت بترسمه لنفسك على ال 18 او على اخر 30 ياردة في الملعب هي دي اهم حاجه النهارده في مباراه اليوم، هي دي اللي هتخلي اللعيبه وهي بتحس بتكرر مره واثنين وثلاثه وتلعب العرضيه وبتضيع واحده بتيجي الثانيه ويروح بقى في اتقطعت واحده من عبد القادر هيحاول ثاني ويعمل الوان تو مع علي معلول والعرضيات. طول ما انت ضاغط على الناس دي وما بتديهمش مساحات انهم يستلموا وما يعملكش كونتر اتاك سريع، باذن الله هيكون ليك الغلبه باذن الله في اول 20 دقيقه. كابتن علاء يمكن الكابتن شريف اتكلم عن دور نص الملعب النهارده وقلقوا من الحته ديت، عايز اتكلم من في ضوء تشكيل النادي الاهلي عن الاجنحه، دور الاجنحه والظهراء النهارده اللي هم هيكون لهم دور كبير جدا 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 سواء هجوميا او دفاعيا. ده طبيعي على فكره، ما بتطلبش حاجه يعني ما بتطلبش حاجه جديده. ده طبيعي، دي مهمك. النهارده المباراه زي دي انت عشان تبقى بتتحكم في المباراه ماليش دعوه بمكسب وخساره، دي حاجه بتاعت ربنا. لازم تبقى خطوطك قريبه جدا جدا جدا، الكلمه اللي بالنادي بيها على طول هنا في الاستوديو. طول ما خطوطك قريبه انت على المستوى الجماعي المستوى الفردي المستوى المهاري انت احسن، فانت طبيعي الكره الثانيه تبقى بتاعتك. طول ما الكره الثانيه بتاعتك انت في حاله هجوم. النهارده الناس انا متاكد كانت بتتفرج على مانشستر سيتي وليفربول مستمتعه بالاداء. بص يا طبعا انا بتكلم في كره ثانيه معلش انا اسف طبعا. بص مانشستر بيلعب في مساحه قد ايه؟ ايوه هي دي هو ده المفهوم بتاع الكوره. مفهوم الكوره اللي هم ال 18 18 ده انتهى من زمان. مات تماما. الذكاء انك دايما خطتك قريبه، دايما لعيبتك كل لعيب موجود في المكان اللي لازم موجود فيه، يعني على الطرف الشمال وعلى الطرف اليمين لازم على الاقل فيه ثلاثه في كل جانب او في اثنين في كل جانب. التحركات بتاعت محمد مجدي النهارده هتفرق معاك، هو النهارده ان شاء الله هديك الماتش. تحركات محمد مجدي امتى؟ في اخر 35 يارده بالظبط. حلو. والتحرك الثلاثه اللي قدام ما انا بقول لك. تحرك محمد مجدي واستلام الكره في المنطقه دي هو اللي بيجبر المهاجم يتحرك. يعني طول ما الكره معاك يا ايمن والكره من رجل لرجل صح، ما هو انت عشان تكسب مباريات زي دي او عشان تبقى انت متحكم قلب بالكره ان الكره تروح من رجل لرجل صح، ما تدخلش الكره بسهوله اللي هو كان بيتكلم عليها كابتن شريف عبد المنعم، القلق اللي بقى في نص الملعب. هو القلق ده بيحصل بتيجي قطعه كوره في موقف دفاعي مش حلو ليك، عشان كده بقى عندك خطوره. عشان كده بقول لك دايما الكوره من رجل لرجل لرجل انت في حاله تخليك انت متحكم في المباراه. بعد كده بيجي الحركه بقى اللي في اخر 40 50 يارده اللي ده مكان محمد مجدي. محمد مجدي استلام محمد مجدي مع الاخطاء الدفاعيه القاتله صح، وحط تحتها مليون خط في قلب الدفاع بتاع الهلال السوداني، انت ممكن في كل تمريره انت عامل انفراد توصل للجول. اذا كان لكهرباء
او القطعه اللي بيعملها بامتياز بيرسي تاو او احمد عبد القادر. عشان كده بقول لك مهم قوي انك دايما ما تجهدش نفسك بجري كتير، خلي خطوطك قريبه. الكلام ده مسؤوليه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، لان طبيعي محمد هاني وعلي معلول بيقدموا مع الهجمه عند نص الملعب الاثنين. النهارده محمد هاني وعلي معلول حريه تقدم النهارده، ما فيش قلق. ما انا عارف ما فيش قلق النهارده، ما تقلقش. لا ما فيش قلق النهارده، لان انت محتاج النهارده علي معلول ومحمد هاني، لازم في جبهتين تقال. وانا عاجبني الفتره اللي فاتت محمد هاني امتياز كان في النادي الاهلي او حتى ماتش المنتخب، لا محمد هاني رجع لمستواه اللي هو الناس كلها كانت عارفاه، فدي حاله كويسه. النهارده اللي انا متاكد منه ايمن، احنا بنتكلم على لعيبه، كل لعيب بينه وبين نفسه النهارده هيبقى عايز يعمل كل الوظائف اللي في الملعب. أيوة. هو عايز يعمل كل حاجه. ده انا يعني لو مثلا بتكلم على عبد القادر، ده انا عايز انا اكمل الهجمه وارجع ادافع مكان علي معلول واروح هنا. هي دي كره القدم. احنا بنتكلم النهارده على وينج ليفت بيغطي على محمد صلاح على 18 وينج ليفت. هي دي كره القدم، دي العقليه. يعني المباراه كانت 1-0 ليفربول النهارده، لو الجول ده جه 2-0 الموضوع تأزم تماما. مزبوط. لا ده الراجل اللي بيلعب من ناحيه الشمال هو اللي عامل كل الجري وقاطع الكوره. هو ده المفهوم بتاع الكوره، ان كله يبقى على نفس الفكره، على نفس مش عيب ان اغطي مكان حد حتى لو غلط، لكن هو العيب ان الكوره تقطع مني تروح على مكان فاضي، ما ينفعش. لازم بتروح على مكان لعيب، طول ما في فانيلا حمراء موجوده في الملعب انت ما عندكش مشكله في كل مكان. لان انت زي ما بقول لك ايمن، انا متاكد منه في فروقات كتيره جدا 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 بينك وبين الهلال، مع احترامي لكم الهلال بكره القدم، بقول لك على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي انت احسن. لكن انت احسن امتى؟ والكوره معاك وانت بتشتغل على الاجناب كويس قوي، ودي نقطه ايجابيه عندك تستغلها كويس قوي، لان دايما الكوره العكسيه في الهلال فيها مشكله كبيره جدا. كل فرق افريقيه، كل فرق عامه يعني. صحيح. كويس. الحاجه اللي اتمناها النهارده احمد عبد القادر، استغل مهارتك في اخر 35 يارده بس، مش قبل كده. لان انت في المكان ده انت من اخطر اللعيبه اللي موجوده في مصر كلها، لكن مش بدري عشان ما تتعبش، عشان ما تعملش مراوغات مش مجديه. هو ده انا بطلبه النهارده ان شاء الله. والاهم من كل ده طبعا بغض النظر عن التوفيق اللي كان بيتكلم عليه اسامه، اول فرصه على فكره كمان هو احمد عبد القادر، اعتقد ان هو لعب مع عطر الطاهر في سموحه، لان كان حماده صدي كان جايب عطر الطاهر من السودان، كان بيلعب في السودان، كان موجود معاه. عشان كده بقول لك اهم يعرفه حاجه كويس. اهم حاجه النهارده اول فرصه. يعني اللعيبه النهارده الاربعه اللي قدام دول، الكوره النهارده الفرصه اللي تيجي دي هدف الصعود ان شاء الله. لو الله. الفكر ده مع كل اللعيبه ان شاء الله مفيش مشكله النهارده باذن الله ربنا. تعال نروح لزميلنا بقى محمد توفيق معانا على التليفون، ونتعرف منه على اخر اجواء في ملعب المباراه قبل انطلاق المباراه مباشره. مساء الخير يا محمد. تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار عندك؟ طمني. يعني عاوز اقول لحضرتك جمهور النادي الاهلي هنا بيعزي 500 رائعه، يمكن درجات استاد القاهره بتتزين بجمهور النادي الاهلي اللي بيطرح اروع الامثله في الالتزام، في التشجيع، في دعم فريقه. كابتن ايمن، الجمهور كله يعني الملعب كله مكتسي باللون الاحمر، الانتفاض كلها بصوت واحد لعيبه النادي الاهلي فقط. روح رياضيه اكثر من رائعه، استقبال اكثر من رائع لبعض الفريق. الجماهير مركزه مع فرقتنا وبس زي ما تعودنا دايما، وكانت الدافع للاعبين منذ وصول اللاعبين لارض الملعب. يمكن اول النازلين لارض الملعب كان مستر كولر، يعني اظهرت عليه السعاده البالغه من منظر جماهير النادي الاهلي وامتلاء المدرجات بشكل كامل، ما عدا الجزء المخصص للجماهير السودانيه الشقيقه. كمان لاعبي النادي الاهلي تم استقبالهم بشكل اكثر من رائع من الجماهير، وزي ما قلت لحضرتك الروح الرياضيه هي السائده هنا في استاد القاهره، ومنظر اكثر من رائع. وان شاء الله يتوج بتوفيق اللاعبين في الملعب واداء مباراه اكثر من رائعه، وتحقيق الفوز باذن الله والصعود لدور الثمانيه. كمان ارضيه استاد القاهره اكثر من ممتازه كابتن ايمن، يمكن الاستاد طبعا عملت زياره في الفتره الاخيره، قضيت الاستاد رائعه جدا، درجه الحراره كمان لا تتعدى ال 15 درجه مئويه، يعني طقس مناسب جدا ل كولر كتير باذن الله نشوفه النهارده. حالا دلوقتي وانا مع حضرتك الفريقين بيجروا عمليات الاحماء، يمكن اخر عمليات الاحماء بيجرى دلوقتي اجراءها في الملعب، وكمان طاقم الحكام بيجرى عمليات التسخين. يمكن من منظر الجمهور الرائع والتشكيل المثالي، يمكن الجهاز الفني نزل ارض الملعب وموجود كله بكامل بالجهاز المعاون بالطبي كلهم في ارض الملعب، مستمتعين بالاداء الرائع اللي بيعزفه جماهير النادي الاهلي قبل المباراه، واللي ان شاء الله يستمر الى ما بعد الدقيقه 90 باذن الله.
ويكون ليله عظيمه النهارده في ذكرى انتصار عظيم هو العاشر من رمضان باذن الله، يكون كمان انتصار كبير جدا للنادي الاهلي وظروف دور الثمانيه باذن الله رب العالمين. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. واحنا دايما بنراهن على وعي جماهير النادي الاهلي العظيمه. جماهير النادي الاهلي بيبقى عندها هدف محدد، فرقتها ناديها وبس، هم دول جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي العظيمه عودتنا على كده في جميع الاوقات، ماتش سهل ماتش صعب هي بترسم دايما لوحه جميله او سيمفونيه، بتعزف سيمفونيه جميله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله السيمفونيه دي تختتم على خير النهارده بمكسب النادي الاهلي وتاهله لدور الثمانيه ان شاء الله. كابتن احمد بلال، يمكن في الماتشات الاخيره كان في تالق لافت للنظر لبيرسي تاو ومحمود كهربا، ويعتبروا من الاوراق الهجوميه الرابحه يعني اللي بيعتمد عليها مستر كولر. لاول مره من فتره مستر كولر بيركز على رباعي المقدمه من ماتش اللي فات بيلعب ماتش النهارده، مفيش فيه اي تغيير. وضع طبيعي ان بيرسي تاو يلعب لو في حالته وكهربا يبتدي لو في حالته. اول مره فعلا مستر كولر من بدايه يعني مجيئه ان هو يلعب بتشكيل مره يعني في ماتشين، تشكيل واحد في ماتشين مختلفين يعني. يعني ده التشكيل، ممكن في اول الاستوديو قلت لك ده التشكيل الامثل من وجهه نظري في الوقت في الاونه الاخيره يعني. حلو. احنا بنتكلم، خد بالك انت برضو ما هو يعني كره القدم فيها متغيرات يعني، فيها ما فيهاش ثبات للمستوى بشكل كبير تمام. فانت النهارده انت كمدير فني خد بالك بتبقى عايز تكسب، فمعنى ان انت عايز تكسب عايز تعمل ايه؟ عايز تلعب الافضل والاجهز بدنيا وفنيا في التوقيت ده تمام. فكلنا اجمعنا ان بيرسي تاو في الوقت الاخير في الثلاث اربع ماتشات الاخيره بيأدي بشكل كويس، سواء اذا كان جوه الملعب او بره الملعب. لعيب مهم جدا ومؤثر جدا للنادي الاهلي. محمود كهربا لعيب مهم جدا ومؤثر جدا الفترات الاخيره كلها بشكل عام، مش ماتش او اثنين او ثلاثه، كل الفترات اللي لعبها محمود كهربا مع النادي الاهلي بعد عودته تالق فيها بشكل كبير جدا تمام. وكان ملازمه التوفيق، وانت كمان كمدير فني بتدور على الحته دي. انت برضو مش يعني خد بالك في لعيب يبقى موفق او الفتره دي هي فتره التوفيق بالنسبه له، ما يخرجش من الملعب بالظبط. انا لعيب عندي موفق، لعيب عندي يعني كل ما ينزل يعمل لي حاجه، يجيب لي جول، يعمل لي اسيست تمام، مهم جدا تواجده في الملعب. فانا كمدير فني ممكن اشوف واحد فنيا او الحاله بتاعته افضل، لكن ده موفق اكتر بكتير جدا. وكره القدم فيها كده على فكره. صحيح. كره القدم فيها التوليفه بتاعه الفرقه نفسها. انت ممكن يكون عندي لعيب كويس او لعيب يعني 60% ولاعب 60% عشان هو التروس بتاعته ماشي مع يعني الترس بتاعه ماشي مع التروس بتاعه الفرقه كلها، يعني هو في كيمستري مع الفرقه كلها. لو غيرته وحطيت واحد احرف ممكن يهدي الريتم شويه، الريتم يعلى شويه، مش محتاج الريتم السريع، فبالتالي محتاج ده يلعب معايا. هو التوليفه ماشيه كده. فكهربا هنا الاخيره ماشي بشكل كويس، موفق بشكل كويس الحمد لله، بيسجل اهداف يعني في تقريبا في معظم المباريات اللي اشترك فيها، يا اما بيسجل يا اما بيصنع، فده تواجده مهم جدا. كمان عبد القادر الفتره الاخيره حقيقي بيقدم بشكل كويس تمام. يعني عبد القادر يعني خد له فتره اخيره فعلا مستواه كاد يكون ثابت. يعني احنا كنا يعني الاول عبد القادر بيلعب ماتش كويس وماتش ينزل وماتش داون ماتش اب، يعني كان ما بين ابس اند داونز يعني. أيوه. في الماتشات الاخيره لكن لكن الفتره الاخيره حسيت انه ابتدى يبقى عنده نضوج يعني وابتدى يفكر في الملعب. مزبوط. بشكل كويس، ابتدى يوزع مجهوده بشكل كويس، وده مطلوب برضه يا كابتن ايمن انك انت كلاعب امتى اوزع مجهودي، امتى اشتغل، امتى اجري، امتى اعمل سبرنت، امتى اهدى شويه، امتى العب مع التيم، امتى العب فردي. دي حاجات مهمه جدا بيكتسبها اللعيب من الخبرات. مجدي قفشه لعيب اعتقد في مستواه الطبيعي لا غنى عنه داخل الملعب، في مستواه الطبيعي يعني مجدي قفشه يعني بامكانياته وقدراته لعيب عنده فيجن في الملعب، بيعرف يشوف كويس، يعني بيعرف يعمل سكاننج بشكل كويس، ودي حاجه مهمه جدا ومش موجوده يا كابتن ايمن في الدوريات المصريه، مش موجوده عند لعيبه كتيره جدا، انك ازاي تشوف وتبص وتعرف مين اللي حواليك، امتى باص يا نام، امتى باص يا نام، تعمل ثرو باس، انت تعمل الطويله، امتى تعمل الدبل باس، امتى اوصل اللعيب ده للملعب. يعني هو لعيب عنده قدرات، في بعض الاوقات ما كناش بنشوف القدرات بتاعته، لكن في اوقات كتيره جدا بتظهر قدرات مجدي قفشه. النهارده مباراه لا تحتمل انك تخرج بره التركيز. صح. هي مشكله اللعيبه في مصر بشكل عام الخروج بره التركيز، مش مشكلته حاجه تانية، مش مشكلته فنيات، احنا عندنا لعيبه عندها فنيات عاليه جدا جدا، لكن الفكره كلها ان انا امتى بكون مركز وامتى بكونش مركز. لما بكون مركز بتاخد من اللعيب افضل حاجه، افضل شيء. انت لما ركزت تلت ساعه في مباراه سان داونز اللي كانت هنا في القاهره سجلت هدفين واضعت ركله جزاء. صح؟ طيب. صح. لانك وصلت لقمه التركيز بتاعك، احنا محتاجين التركيز ده النهارده طول 90 دقيقه. مباراه انت الافضل فيها فنيا المفترض،
على مستوى التسويقي انت الاعلى، على المستوى الفني انت الافضل، على مستوى الاعداد انت الاحسن، على مستوى التاريخ وده الاهم انت الافضل بكتير جدا جدا. الفروقات ما بيننا وبين الهلال كبيره جدا كابتن ايمن. كره القدم لا تعترف الا بالمجهود، ولكن برضو الفروقات الفنيه ليها دلائل. يعني انت ما ينفعش تجيب فرقه مثلا عندها 6-7 سوبر ستارز في ملعب تجيب فرقه ثانيه يعني يكاد يكونوا امترز يعني، وبعدين تقول لي اصل الكره ما فيهاش يعني العب على المجهود. لا، في فنيات بتفرق برضو. مظبوط. يعني لو قلنا ان الفنيات ما بتفرقش يبقى ده يبقى اللعيب ده، امال الاسعار دي ليه مختلفه؟ صح. اسعارك انت مختلفه، انك انت لعيبتك الافضل، اسعارك انت مختلفه لكن انت لعيبتك الاحسن، انت لعيبتك الاجهز، تمام؟ في فروقات كبيره جدا بينه وبين الدوري السوداني، فروقات كبيره جدا. مزبوط. بين الدوري المصري والدوري السوداني، انت ما بتلعبش فرقه من اوروبا او حتى من جنوب افريقيا عندهم مستويات معقوله، انت بتلعب برضو فرقه اقل منك في الامكانيات، ولازم يكون عارفين كده كويس، واللعيبه لازم تكون عارفه ان احنا اعلى منهم في المستوى، ولكن ده محتاج تركيز. يعني مش طبعًا. معنى ان انا برضو اعلى منك او افضل منك في المستوى وفي الفنيات ده معنى ان انا هنزل ملعب مش مركز او هنزل ملعب متعالي او مستهتر. لا، ده محتاج تركيز، بس لازم تبقى عندك ثقه في نفسك. صح. ده اللي محتاجه لعيبه النادي الاهلي. كلمت على لعيبه النادي الاهلي وفي فروقات كمان في جماهير النادي الاهلي، عشان كده جماهير النادي الاهلي دايما مختلفه كابتن اسامه. طبعا اللعيب رقم واحد، والنهارده ان شاء الله يعني يكونوا داعم كبير للاعيبه النادي الاهلي. كويس. النهارده النادي الاهلي في نقطه فنيه بس في فرقه الهلال لازم نستغلها النهارده. انا عايز اكلمك الاول في حته معينه في تشكيل النادي الاهلي. يمكن التشكيل زي ما قلنا ثابت، والنادي الاهلي بيحتاج الفوز النهارده. كلكم توقعتوا ان الهلال السوداني هيلعب في نص ملعبه. كويس قوي. معنى كده ان الاهلي هيبدا بنفس الاسلوب اللي بدا بيه مباراه القطن الكاميرون. تمام. ولكن الهلال اخطر من القطن الكاميرون. الهلال هو ده اسلوبه، حتى مباراه صن داونز المباراه السابقه اللي اتعادل فيها 1-1 في السودان لعب بنفس الاسلوب ده. ما بيفتحش المدرب بتاعهم من النوع اللي بيقفل الجيم تماما، ما بيديش مساحات للفرقه الثانيه ودايما بيلعب على المرتد. هو ده اسلوب الهلال من بدايه مشواره في البطوله. شايف الفرقه صن داونز هي الفرقه اللي لابسه ابيض، فرقه الهلال. مظبوط. هو نفس الاسلوب ده بتاعهم حتى على ملعبهم. حتى على ملعبهم هو ده نفس الاسلوب. المباراه اللي اختلاف الخصم هم بيلعبش مثلا مع القطن الكاميروني ما لعبش كده عشوائيه، برضه في بعض الاوقات لعب كده، والقطن الكاميروني مسك كوره في بعض الاوقات وخلق فرص، لكن هو ده الشكل المعتاد بتاعه. مش هيغيره، خاصه بيلعب في مباراه مهمه النهارده، عنده فرصتين النهارده. النهارده لو تعادل او فاز بيصعد، فالنهارده عنده فرصتين، فهو ده الاسلوب. بس بص، عنده اخطاء في القلبين بتاع زي ما قالوا كده، وناحيه حارس المرمى عنده حارس مرمى حارس المرمى على ابو 20 هو الاساس. مش حيلة. النهارده عيسى فوفانا اول مباراه يلعبها في دوري الابطال، ما لعبش قبل كده في دوري ابطال افريقيا عيسى فوفانا اي مباراه، فالنهارده ما عندوش الخبرات الافريقيه، وخاصه النهارده في مباراه كبيره امام النادي الاهلي في الضغط الجماهيري. هات لنا الصوره الاخيره بس مره ثانيه بتاعت صن داونز. التسديد مهم جدا النهارده. ايوه كابتن، عنصر التسديد النهارده مهم جدا. عندك مين يسدد؟ ده كان التسديد زي ما بنقول كده، وبعدين الكره اتردت من جول وكان في لعيب من صن داونز بيعمل فور. ما انت لازم متابعه، المتابعه النهارده مهمه جدا. انت مين اللي بيسدد؟ الشوط والمتابعه في مروان عطيه بيسدد طبعا، في عمرو السوليه بيسدد، في محمد عبد محمد هاني. دي البينالتي بتاعت قطر، دي ضربه جزاء، وان شاء الله تكون دي المفتاح بتاع النادي الاهلي اللي يعدي المرحله دي للبطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في اللي بيسدد عمرو السوليه، مروان عطيه، محمد هاني لما بيكمل على 18 عنده برده مهاره التسديد، احمد عبد القادر لما بيقطم لجوه بيركنها في الزاويه البعيده بيرستو نفس الكلام برده، لكن النهارده مطلوب. ومجد قفشه بيسدد، محمود كهربا محتاج النهارده اللي بيسدد لازم يبقى فيه متابعه، علشان كده النهارده لازم نعمل ضغط على عيسى فوفانا. دي من النقط المهمه جدا لازم يستغلها النهارده لاعبي النادي الاهلي، التسديد خاصه مع التكتلات. التسديد احدى مفاتيح الهجوميه اللي بتفك المباراه. الحاجه الثانيه الكرات الثابته، عندنا الكرات الثابته زي ما الهلال السوداني مميز في الكرات الثابته وعنده اطوال، انما ضعيف جدا لازم نمسك فيها. رامي ربيعه مع مين؟ محمد هاني مع مين؟ عبد المنعم مع مين؟ عمرو السوليه نمسك كويس. الكرات الهجوميه لينا برضو خطر، عندنا جداً. محمد عبد المنعم بيجيد الكرات الثابته. النهارده في المباريات اللي بيبقى فيها تكتلات دفاعيه اتمنى الكرات الثابته ما تلعبش واحده. يعني علي معلول دايما مميز بيعملها على العارضه الاولى، محمد عبد المنعم بيقطع وبيحطها بدماغه. مزبوط. لكن مع التكتلات دي الهلال بيستنى الكره، ممكن يبقى فيها بلغه الكره تركه كده، ممكن العبها مش من لمسه واحده، لعبتين
مين ممكن يسقط مين اطلعها بره. بس هم حتى في الكور الثابته العاديه اللي بتلعب مره واحده عندهم اخطاء كبيره جدا في التمركز. ما علشان كده الكرات الثابته النهارده الهجوميه للنادي الاهلي مهمه جدا. مين اللي هيشتغل فيها؟ محمد عبد المنعم، رامي ربيعه بيجيد فيها، في عمرو السوليه بيكمل. مين بقى اللي بيستنى الكره الثانيه على 18؟ في حاله ما دول يعني اتكلمت على ياس رامي ومنعم، مين اللي هيبقى ورا؟ السوليه هيكمل؟ محتاج على الاقل هاني هيقف. عندك ناس مكلفه طبعا، هاني هيثبت، في مروان عطيه بيرجع هيزبط. في محمد هاني وفي ناس حاميه ال 18. بص يا كابتن، لا جمهور النادي الاهلي، بص يا كابتن ايمن، اتمنى ان شاء الله النهارده اتمنى فوز النادي الاهلي علشان تبقى هي دي البدايه ان شاء الله لعوده الكره المصريه مره اخرى. ده المدرجات بتتكلم، ما انا بقول دي عوده ان شاء الله. خدوا المدرجات تتكلم، احنا ما شفناش الشكل ده من زمان. بنشكر كل المسؤولين اللي خدوا القرار. سمعنا الصوت كده يا سمير لو موجود الصوت علشان نشوف، يا ريت نسمع الصوت. يعني بنشكر المسؤولين صراحه اللي خدوا القرار وتحملوا المسؤوليه علشان نشوف الحياه ترجع تاني للمدرج. وهو ده، هي دي الكوره اللي احنا لعبناها في مصر وعشناها والبطولات تحققت فيها سواء مع الانديه وخاصه النادي الاهلي مع منتخب مصر. هو ده الشكل اللي بيرجع الحياه تاني للملاعب مره اخرى. علشان كده بتمنى النهارده ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي يا رب النهارده، علشان تكون هي دي البدايه لعوده الكره المصريه مره اخرى. نشوف الدوري المصري بدل ما نشوف 5000، لا عايزين نشوف الاستادات مليانه. خلي بالك جمهور الانديه عنصر مهم في دخل الانديه، في ازاي النهارده بتدخل للانديه فلوس، مكسب للانديه، عوده الحياه مره اخرى. النهارده شوف حتى الامر البسيط، المطاعم اللي حوالين الاستاد القاهره النهارده شغاله عشان الناس بتفطر، واللي بيجيب ميه واللي بيجيب كذا. فعوده الجمهور المدرج عوده الحياه مره اخرى، هي دوره حياه كده. صحيح. فكلها بتصب مع بعضها. صحيح. النهارده ان شاء الله اتمنى من لعيبه النادي الاهلي الكرات الثابته زي ما بنقول نرجع فنيا تاني للمباراه. الكرات الثابته مهمه جدا لينا، سواء الركنيات، الفاولات الخارجيه، وعندنا علي معلول بيجيد فيها، عندنا ناس بتكمل. نستغل حارس مرمى الهلال السوداني وهو لسه يعني ممكن يكون برضه اول مباراه يلعبها في دوري الابطال، عنده لسه الخضه والرهبه، فممكن نستغل الامور دي ان شاء الله بإذن الله. يظل المهاره الفرديه دي بقى حاجات يعني المدير الفني ما بيقولهاش بقى للعيبه. انا بقول نقط عريضه، مين التشكيل، مين يتحرك، الكرات الثابته، مين الحيطه في النواحي الدفاعيه، مين بيمسك. لكن زي ما الكابتن علي قال النهارده المهاره الفرديه، النهارده واحد احمد عبد القادر واحد على واحد، بيرسي تاو، محمود كهربا، محمد مجدي قفشه اللي ليه دور مهم جدا النهارده. صحيح. انت النهارده هتلاقي ايه بقى؟ ايه؟ في رجول كتيره في الملعب. مظبوط. النهارده هتلاقي في زحمه، عايزين واحد ايه؟ يفك بقى الزحمه دي بتمريره حلوه، بتحركات سريعه، بالنهارده ما يبقاش في ثبات في المراكز، عايزين تحركات كتير. اهم حاجه واهم نقطه النهارده السرعه في الاداء. صحيح. طول ما انا عندي رتم سريع، طول ما هيكون في اخطاء من الهلال السوداني. صحيح. طول 90 دقيقه هو عايز يبقى دايما تحت الكوره واقف، طول ما انت بتنقل النقل السلبي دوت الاستحواذ السلبي خلاص. مظبوط طبعا. وتقلل اخطائك انت طبعا طبعا, طبعًا. اهم حاجه والكمان الاستحواذ الايجابي، في فرق بين استحواذ سلبي ان انا بمسك الكوره وارجع لعبد المنعم، وعبد المنعم للشناوي، وشناوي لمحمد هاني، وفي هدوء. هو عايز كده طول 90 دقيقه. لا مزبوط. النهارده لازم يبقى في وقت من الاوقات سرعه، لازم يبقى في تحركات سريعه. صح. علي معلول لازم يشتغل الجبهات النهارده مع التكتلات الدفاعيه. معلول مع عبد القادر لازم نعمل جبهه. صحيح. محمد هاني مع بيرسي تاو لازم نعمل جبهه. قفشه النهارده لازم يبقى عنده حريه النهارده في الحركه، ازاي يربط الخطوط مع بعض، وازاي النهارده اجمع اللعب في مكان ناحيه علي معلول علشان ببص سريع ناحيه العكسيه نضرب التكتلات دي، نقدر نخلق الفرص ان شاء الله. بس اهم حاجه برضو الفرصة اللي تيجي في بداية المباراة، احنا بنحط تحت الكلمة دي مليون خط، الفرصة بتيجي. ارجع للمباراة الأولى في الهلال السوداني، حسين الشحات كرة جات له في الزحمة استلم في بداية لو في المباراة تركيز وحط كرة وهدف. صحيح. المباراة بتتغير 180 درجة. علشان كده هدف مع بداية المباراة. دي كانت في بداية المباراة في الدقيقة 7. طبعا. كانت في الدقيقة 7. كانت في الهلال السوداني هناك، ودي فرصة كانت يعني مهمة جدا. صح. في اثناء ممكن تقلب موازين المباراة. علشان كده الفرص النهارده اللي تظهر لكهربا، لبيرسي تاو، لمجدي قفشه، لكهربا، لاي لعيب مهم جدا مع النهارده الناس الخط الدفاع هياكد عليها، الناس شغاله قدام. انا ماليش دعوه، انا طالع بالناس ومضيق الخطوط وبنلعب في مساحه ضيقه، لكن احنا مصحصحين ورا. ماتش لا يحتمل الاخطاء، لا يحتمل الاخطاء. محمد الشناوي النهارده مع عبد المنعم، مع رامي ربيعه، مع هقول مع محمد هاني شويه،
يعني عشان بحكم ان هو يعني بيميل لنواحي الدفاعيه اكتر من علي معلول، احنا في ماتش تاني ورا ولازم الكلام يبقى كتير، لازم يعني في كلام، لازم الكلام الشناوي كتير جدا، لازم في الملعب خط الظهر مع بعض. المكسب ما جاش دلوقتي، دور اللعيبه بقى الكبيره في صحيح. الملعب ما نستعجلش، لازم نركز نضغط نكمل ضغطنا نستغل صحيح. جمهورنا، وان شاء الله يكون التوفيق النهارده اهم عنصر في اليوم النهارده، ان شاء الله يكون موجود معانا النادي الاهلي. كابتن شريف، النادي الهلال السوداني على الورق بيلعب 4-4-2، ولكن انتوا كلكم اجمعتوا ان الهلال السوداني مش هيلعب بالطريقه دي، الهلال السوداني هيلعب بقافل في نص ملعب، ولكن هم عندهم ورقه رابحه كبيره جدا وخطر جدا من احسن اللعيبه في دور المجموعات مكابي ليليبو. ده اللعيب اللي احنا قلنا بيلعب في ضهر بالظبط تقدم الاطراف عندك بالظبط، بيستغل الحته دي. لازم انت تبقى اذا كان محمد عبد المنعم او رامي ربيعه لازم يبقوا واخدين بالهم من المباراه اللي فاتت بنفس الشكل، فهمتني؟ ف لاعب زي ده انا عنده سرعات، عنده ثقه، بيحاول يصوب، بيعرف يمسك الكره في وسط المدافعين عندك جوه. فاهم حاجه انت الحكايه دي ما توصلش هناك، هو مفيش حريه في نص الملعب اللي انا كنت بقول لك انا متخوف منها، ما حدش يستلم، ولكن انت عندك ادفانت النهارده ان هم عندهم التعادل يكفيهم، فمش ممكن هيجريك في مش هيفتح، مش هيفتح لك الملعب معاك في اول مباراه الا لو دخل فيه جول، لو دخل فيه جول هيبقى، ولا لو دخل فيه جول هيثبت برضه، لا هيثبت فين بقى، هيبقى معاك في الجيم وهيبقى عايز يبقى موجود في ال 18 بتاعك. عشان كده الميز باص بتاعك النهارده محسوب علينا كلنا، فباذن الله النهارده يكون بدايه موفقه جدا لفرقه النادي الاهلي. فرقتين نازلين في الملعب كمان اهو، ربنا يكرم، فرقتين لسه نازلين في الملعب ان شاء الله، ربنا يكرم باذن الله، الله رب العالمين. التركيز واضح طبعا على اللعيبه كلها ويتوفقوا باذن الله، زي ما قلنا حسين الشحات في الكوره اللي جات له في ال 18 النهارده، اي لعيب الكوره دي تجيله في اول دقيقتين تخلص ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، في ضوء تشكيل فرقتين، بدايه الشوط الاول، بدايه بالنسبه لك انت بدايه ضغطه، هو اسامه ما بيحضرش ودي حاجه كويسه، لكن لازم نص ملعبك يبقى جاهز للكره الثانيه، هو بيلعب كره طويله بيلعب الكره الثانيه، انت طول الكره الثانيه دي انت اخذتها انت في حاله هجوم، الفرقه دي احسن وقت تهاجم فيها وهي بتهاجمك، لان الكره بتتقطع انت رايح على مساحات فاضيه، يعني هو حتى في الطبيعي ما بيبقى منظم، عنده مشاكل صح. فتخيل هو بيهاجمك في طبيعي هتلاقي مشاكل اكتر، بس هو المهم امن بسرعه كده استغلال المناطق اللي هي فيها مشاكل عندهم، تستغل ازاي الكوره، ولازم تكون الكوره سليمه جدا وما تستعجلش المكسب، ان شاء الله المكسب هيجي لكن تحت بند واحد بس، اضغط كويس ونفذ كل اللي قامه كولر، وخلي النتيجه دي بتاعت ربنا، وان شاء الله ربنا هيكرم طول ما انت شغال صح هجوميا ودفاعيا صح، واهم حاجه دفاعيا طبعا، انت بتهاجم احنا انا احنا قلنا مهما اتاخر الجول بالظبط انا ما تسرحش، ممكن الماتش يخلص يعني سيب الناس تشتغل شغلها وانا ليا عندي شغل، حتى انا فرقتي بتهاجم. دور كبير لكباتن الفريق النهارده طبعا، مهم جدا النهارده الشناوي، مهم جدا النهارده السوليه، يعني نفسي النهارده عمرو السوليه يبقى صوته مهما كانت الجماهير كتير، يعني كلنا مرينا بالكلام ده لازم مسموع النهارده، لان في اوقات كتير قوي انت محتاج حد يكلمك في الملعب، محتاج حد يكلمك في الملعب، في اوقات كتير جدا ممكن تحصل حاجه في الكوره، لكن طول ما في حد كبير بيكلمك في الملعب والناس كلها بتسمع مفيش مشكله ان شاء الله. كابتن بلال، واخيرا كالعاده سيناريو الشوط الاول من فريقين. لا اتوقع طبعا سيناريو ضغط كبير من النادي الاهلي للبحث عن اول هدف باذن الله ان شاء الله. احنا بس يا كابتن مش عايزين ننسى ان فرقه الهلال السوداني هي فرقه افريقيه، يعني دايما الفرق الافريقيه عندها عيب العشوائيه في الحته الدفاعيه، ما عندهمش تنظيم في الحته الدفاعيه، فدايما هتلاقي الكرات العكسيه، هتلاقي كل اللعيبه دايما فاضيه، احمد عبد الله هتلاقيه في معظم الاوقات فاضي، ممكن من الناحيه الثانيه برضه هتلاقي بيرسيتاو في معظم الاوقات فاضي، لو قدرنا نستغل بيرسيتاو وعبد القادر في بدايه المباراه والحاجات اللي بيروحوا عليها واحد ضد واحد ونستغل العرضيات اللي ممكن تكون على الارض او لتحت، نقدر نسجل اهداف من بدايه اللقاء. هم لعيبه يمتازوا فقط بالحماس، وعندهم بس لعيبه قدام اثنين قدام بيعرفوا يجروا ويخبطوا، لكن ما عندهمش كواليتي اللعيبه اللي عندها كوره، ما بيعرفوش يلعبوا كوره على الارض، هم ممكن يلعبوا كرات الطوليه زي ما الكابتن قالوا او الهجمات المرتده السريعه، دايما لازم يبقى ملعبنا الملعب لازم يبقى ضيق جدا، المسافات ضيقه، نستغل اطراف الملعب، لما دول هم دول نقاط القوه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده اللي ممكن تكسبنا المباراه في اي وقت باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز وسط الجماهير العظيمه، جماهير النادي الاهلي العظيمه، ان شاء الله نحتفل كلنا بعد المباراه. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول، انتظرونا.